حقك حلمي يا أجمل خصالي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، حلقة اليوم من برنامج المسير. هذه الأيام أيام احتفالية، أيام احتفال بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا اللي هي اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر. طبعا لها تذكرنا بالتضحيات والوفاء لهذه البلاد الطيبة باعتباره يوم الفخر ويوم العز والتمسك بكل معاني الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة. بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة. واليوم في برنامج المسير في إطلالة أولى لزميلي مروان، أرحب فيك في هذا البرنامج ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، شكرا وسعيد بتواجدي في هذا البرنامج المميز واليوم أكيد المميز. إذن مشاهدي الكرام، اليوم طبعا في هذا اليوم سنقدم العديد من الفقرات التي تواكب احتفالات الدولة باليوم الوطني. من وطن الجميع ومن دوحة الخير وفي أيام مجيدة نعيشها وإياكم، جمعت الوطن والقيادة والشعب. يوم غال على قلوبنا عشناه وما زلنا في حب قطر التي شرعت أبوابها للجميع. أينما وليت وجهك اليوم تستشعر بالفخر لوطن منح الحب وأجزل العطاء وصان الأمن والكرامة والكبرياء لكل من يعيش على أرضه. مسيرنا مشاهدي الكرام مستمر معكم عبر شاشة تلفزيون قطر. سنكون معكم إذن في تغطية مباشرة لرصد ونقل ومعايشة كل الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني، ونقف أيضا على منجزات الدولة في العديد من القطاعات. وبهذه المناسبة أيضا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير حفظهم الله، وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري والمقيمين. يعني مروان، احتفالات دولة قطر باليوم الوطني مشاهدينا الكرام هي ترجمة لتطور الدولة ونهضتها في مختلف المجالات، وطبعا يستذكر فيها كل قطري السيرة العطرة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني اللي أرسى دعائم الدولة الحديثة وحافظ على سيادتها وجعل منها دولة مستقلة وأسس لها القيم والمبادئ اللي تمضي بها قطر حتى الآن في طريق المجد. مشاهدينا الكرام، هذه المناسبة العزيزة هي مساحة للاعتزاز بالوطن والتعبير عن الولاء له، هي أيضا كشف حساب لكل منجزات الدولة وهي تواصل مسيرتها برؤية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع أيضا طموحة غدت البلاد معها نموذجا في الرفاه وفي التطور في كل المجالات، والقائم على ركائز وعلى مقومات موروثة جيلا بعد جيل، والسير بخطى راسخة وواثقة نحو المستقبل. يعني مشاهدينا الكرام، قطر يوم أمس عاشت يوم مضيء في تاريخها، فهو يوم نستلهم فيه مسيرة الأجداد وتضحياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. وأكد المسير الوطني اللي شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جهود حماة الوطن اللي يبذلونها في الذود عن أمن قطر واستقرارها، طبعا بما يتماشى مع طموحات الدولة ورؤيتها الوطنية الناهضة. نعم، تغطيتنا اليوم مشاهدي الكرام سيصحبنا فيها كوكبة من الزملاء الأعزاء المذيعين مذيعي تلفزيون قطر المنتشرين في جميع أماكن الفعاليات. نرحب وإياكم بهم، ونبدأ بالزميل سلمان يوسف في كتارة. تفضل زميل سلمان. مساء الخير مروان، مساء الخير عبد الله، مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي المسير. مثل ما تفضلت مروان، من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة وأجواء الاحتفالات التي ما زالت تعيشها أرجاء كتارة، أكيد راح تكون لنا تغطية مستمرة لرصد مظاهر الاحتفال والفرحة والفعاليات في كتارة. كونوا معنا دائما على الموعد.
شكرا لك سلمان، وننتظر تغطياتك وننتقل من كتارة مشاهدين الكرام نروح إلى درب الساعي مع زميلنا أحمد المالكي. أحمد مساك الله بالخير، وشلون الأجواء عندك؟ مساء النور زميلي عبد الله، وحياك الله يا اخوي مروان في اطلالتك الاولى في هذا البرنامج، برنامج المسير. الاجواء عندي في درب الساعي صراحه غير، اجواء جدا يعني جميله وبارده نوعا ما. ان شاء الله ندعو الجميع زوار درب الساعي انهم ياخذون احتياطاتهم، وان شاء الله من خلال تغطيه اليوم راح نزور عديد من الفعاليات في درب الساعي، واتمنى للجميع ادامه الفرحه على وطننا الغالي قطر، والعودة لكم. نعم مشاهدة الكرام، لا تقتصر التغطية على هذا الاستوديو وفي كتارة فقط، وإنما في جميع أرجاء الاحتفالات. هناك أيضا استوديوهات أخرى، سننتقل وإياكم إلى أيضا الزميلة شوق النقدي، وسيكون لها أيضا إطلالة مع ضيوفها. إليك شوق. يعطيك العافية زميلنا مروان وأخوي عبد الله، وأكيد السادة المشاهدين وما كنتم تتابعونا، حياكم الله في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الأجواء المتميزة. بإذن الله أكيد راح نكون موجودين معكم في هذا الاستوديو، راح نكون أيضا مع مجموعة من الضيوف المتميزين. إن شاء الله راح نتحدث عن كثير من الإنجازات اللي أيضا دائما نفتخر فيها، سواء الاحتفال باليوم الوطني أو الاحتفال بالمسيرة اللي أيضا قاعد تقدمها دولتنا الحبيبة قطر. بالإضافة لذلك أكيد من خلال وجودنا معكم في كتارة أيضا، هذه دعوة نوجهها لكم من السادة المشاهدين، تجون وتحضرون الفعاليات والأجواء، لأنها فعلا أجواء جدا متميزة. والأهم من هذا كله أيضا ما ننسى ندعوكم إلى أوبريت هذه قطر، راح يكون إن شاء الله في تمام الساعة 7 العرض الأول، والتاسعة أيضا العرض الثاني. تعالوا واستمتعوا معنا بهذه الأجواء الجميلة والمتميزة، وأكيد راح تكون لنا تغطية مرة ثانية، فنرجع لكم من جديد. شكرا شوق ويعطيك العافية. وننتقل مشاهدي الكرام أيضا، بنقعد في كتارة بس بنروح إلى زميلنا فيصل إبراهيم. فيصل مساك الله بالخير. الله يحييك وحي زميلنا مروان، ونرحب فيه في برنامج المسير. طبعا مثل ما ذكرت احنا متواجدين في المؤسسة العامة للحياة الثقافية كتارة، نرصد مشاركة الجمهور وتواجدهم، وايضا الفعاليات اللي راح تتم ان شاء الله في المؤسسة العامة للحياة الثقافية كتارة. طبعا اليوم بتكون في مفاجأة جدا مميزة الساعة 7 والساعة 9 مثل ما ذكرت زميلتنا شوق. حياكم الله اعزائي المشاهدين في المؤسسة العامة للحياة الثقافية كتارة، تقدرون تستخدمون المترو او بالسيارة، حياكم الله. هذا كل اللي عندي وارجع لكم ان شاء الله عقب. شكرا للزميل فيصل الابراهيم، وسنعود اليه ان شاء الله، لكن ننتقل الى الزميل محمد الحمادي واستوديو اخر ايضا من كتارة، سيكون له اطلالة ايضا خلال هذه التغطية. تفضل اخوي محمد. مسيك بالسعادة والخير زميل مروان، وسعيدين بوجودك امانة، وايضا امسي بالخير على الزميل عبد الله الهلابي، كل الزملاء المنتشرين اليوم في أرجاء قطر، واليوم عن طريق وجودنا أيضا في اليوم الوطني. صحيح قد انتهى اليوم الوطني 18 ديسمبر، إلا أن الإنجاز مستمر، وهذا الإنجاز اللي نشهده يعني الإنجازات عن طريق شخصيات. إحنا بدورنا في الإعلام أن إحنا نقترب من تلك الشخصيات ونعرف شو اللي حققوه خلال هذه الفترة أو خلال هذه السنة بالنسبة لقطر، ستكون لنا عودة بإذن الله تعالى. شكرا لك الحمادي، يعطيك العافية وما قصرت. يعني ننتقل إلى زميلنا في كتارة، زميلنا حسن الشهراني، نشوف الأطفال اللي عنده، نشوف الأجواء الحلوة. حسن الكلمة عندك. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، زملائي الأعزاء، مرحبا بك زميلنا مروان، واحنا نحب تميم، نحن نحب سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المبدع. طبعا العيال الصغار دائما ما تلبى بحركاتهم، هذه مشاعر جميلة يعني يعيشون فيها، يحبونها، تعيش في قلوبهم، هذه المشاعر صادقة دائما عند الأطفال. مشاهدينا احنا موجودين في الحي الثقافي كتارة، مثل ما نشوف خلفي الفرقة السيمفونية القوات المسلحة القطرية راح تعزف يعني هذه الموسيقى الجميلة هنا في الحي الثقافي كتارة. ترى راح تكون لنا تغطيات أخرى بإذن الله تعالى، استمتعوا معنا في هذه الاحتفالية من الحي الثقافي كتارة. شكرا للزميل حسن الشهراني، وتأكيد سنعود إليه لاحقا. كل مواطن مشاهد الكرام ومقيم على أرض قطر طيب المعطاء يرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل التهاني والتبريكات، مقرونة بالشكر وإعلان الولاء لقيادته الرشيدة وحكمته السديدة التي جعلت البلاد بالفعل أكثر من قوة ومنعة وأكثر ازدهارا ونماء وتطورا، وهو ما يشهد به وله العالم.
كله. في هذا التقرير نتابع الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني التي أقيمت على ملعب الكريكت في المنطقة الصناعية. على أنغام وكلمات النشيد الوطني القطري انطلقت مباراة الكريكت التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد القطري للعبة، وجمعت المنتخب الوطني القطري مع منتخب نجوم غرب آسيا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني القطري. نظمت وزارة الداخلية هذه الاحتفالية المصاحبة لاحتفاليات اليوم الوطني بالاشتراك مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والاتحاد القطري للكريكت، ومن خلال هذه الاحتفالية تم استقطاب نجوم الكريكت بهدف اشراك الجاليات وابنائهم في هذه الاحتفالية. أعداد كبيرة من عشاق اللعبة توافدت على ملعب الكريكت الواقع بالمنطقة الصناعية لمشاهدة نجومهم المفضلين الذين قدموا من عدة دول آسيوية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني. هذه فعالية كل سنة تقريبا، ومثل ما شفتوا بحضور كبير من الجمهور وبحضور نجوم اللعبة من باكستان وأفغانستان وسريلانكا والهند. فرق فنية شعبية كانت حاضرة لتواكب حماس الجماهير المتفاعلة مع أحداث المباراة، وقد رصدت لجنة الإشراف على تنظيم الفعالية جوائز مالية للحاضرين. طبعا في أشياء تحفيزية كثيرة للجمهور، ومن ضمنها الجوائز بالقرعة، وفي طبعا جوائز حق الناس اللي تستلم الكرة إذا خرجت برا الملعب، وأشياء أخرى إن شاء الله. مباراة الكريكت فعالية من مئات الفعاليات التي تنظمها المؤسسات الحكومية والخاصة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، وتمثل مقصدا ترفيهيا لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين. إذا
إذا مشاهدينا الكرام نرحب فيكم مرة ثانية في برنامج المسير، وشفنا هذه الأجواء الجميلة، الكل مستمتع في قطر بمناسبة اليوم الوطني، الكل فرحان، يوم وطني جميل، الكل مستمتع. احنا راح نبدأ وياكم مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا الحوية، راح نتكلم عن الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي اللي تعمل على النهوض وتنمية هواية اللاسلكي بين المواطنين في دولتنا الحبيبة، إضافة إلى وضع التنظيمات المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة هواية اللاسلكي والأجهزة اللي يتم استخدامها لهذه الغايات. كما تهدف مشاهدي الكرام الجمعية إلى تنظيم المسابقات المحلية والإقليمية لهواة اللاسلكي والاشتراك أيضا في المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد كوادر فنية قطرية تقوم بتقديم خدمات إنسانية في حالات وقوع الكوارث أو غيرها من حالات الطوارئ. يعني للحديث أكثر عن الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي ودورها في تطوير هذا القطاع، يسعدنا أن نستضيف السيد سبعان مسمار مبارك الجاسم، أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. مساكم الله بالخير وجزاكم الله ألف خير استضافتني في هذه المناسبة الطيبة اللي هي طبعا اليوم الوطني لدولة قطر. مناسبة اليوم تستدعي يعني البوح عن عن مشاعرك اولا، هذا السؤال الاول، يعني عن مشاعرك في هذا اليوم. والله الوطني. انا الاختيار مسمى المسير لهذا البرنامج هذا يعني اختيار موفق، لان المسير هي عبارة عن مسيرة بدوبها الاجداد وبدوبها الامهات اللي يعني اللي هو بنوا معانا هذه الدولة. احنا طبعا نكمل هذا المسير، فالمفروض ان احنا الحين نقول ان احنا نكمل مسير بدوبه الاجداد من قديم لحد ما وصلنا المواصيل والنهضه اللي وصلنا لها لهذه الدوله الفتيه. طبعا بهذه المناسبه نرفع اسمى مقام التبريكات الى سيدي الشيخ تميم والى الامير الوالد والى الشيخ عبد الله نائب الأمير وإلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بهذه المناسبة الطيبة اللي إحنا نحتفل فيها في دولة قطر كل سنة، وكل سنة إن شاء الله نكون قطر في تقدم وازدهار. نعم سيد سبعان، يعني من خلال الازدهار ومن خلال تكملة المسير انت ايضا عندكم في الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي قاعدين تكملون المسير، قاعدين تطلعون الشيء المميز في هذه الهواية. كلمنا عن دور الجمعية في النهوض وتنمية هواية اللاسلكي في المجتمع القطري. طبعا مثل ما تعرفين الجمعية هواة اللاسلكي جمعية ثقافية علمية ذات اتصال مستمر مع جميع دول العالم. من أهم مهام جمعية هواة اللاسلكي على مستوى العالم أن نرفع اسم قطر ورفع الثقافة القطرية على مستوى العالم. طبعا احنا عندنا في هذا اليوم الكريم عندنا مسابقة دولية دائما كل سنة نطلع فيها اللي هي طبعا اللي هي مسابقة اليوم الوطني. مسابقة اليوم الوطني عندنا نداء خاص لهذه المناسبة نعلن عنها على مدار السنة، نقول حق العالم إنه بيكون لنا يوم خاص بمناسبة اليوم الوطني في دولة قطر. طبعا هذا اليوم له نداء خاص اللي هو نداء قطر ألفا 71، طبعا ألفا 71 ناشونال دي إن ناشونال دي اللي كتر ناشونال دي QND عبارة عن كتر ناشونال دي، بيكون بهذه المناسبة العالم كله الحين معانا اليوم. إحنا عندنا ثلاثة أيام مشتغلين قبلها بيومين لحد اليوم، واحنا نشتغل نبث رسائل توعوية إبلاغ العالم عن قطر وعن اليوم الوطني لدولة قطر. سيد سبعان، لطالما كان الاحتفال باليوم الوطني أيضا فرصة مهمة لاستعراض المنجزات، ونحن أيضا في نهاية عام كان حافل بالإنجازات في شتى القطاعات بالنسبة لدولة قطر. اليوم نتحدث عن الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي ونتحدث عن أبرز أيضا ما تم تحقيقه خلال العام 2019. طال عمرك شكرا على هذا السؤال، هذا سؤال كبير. إنجازاتنا كبيرة على مستوى العالم، من أهم الإنجازات طبعا احنا قاعدين نسوق حق القمر الصناعي القطري. طبعا جزاهم الله الف خير شركة سهيل انشأت محطة خاصة بهواة اللاسلكي في القمر الصناعي سهيل 2، والسهيل 2 الحين
يغطي 75% من مساحة الكرة الأرضية، وإحنا عن طريق السهيل 2 حاليا نخاطب العالم كله حوالي من ريو دي جانيرو إلى الهند، نغطي تقريبا 75% من مساحة الكرة الأرضية، أوروبا، أفريقيا، أمريكتين، جزء كبير من آسيا، أستراليا، نغطي 75% من مساحة الكرة الأرضية عن طريق السهيل 2. طبعا في هذه القناة اللي موجودة في السهيل، طبعا العالم كله تقريبا 80 مليون هاوي على مستوى العالم يتخاطبون عن طريق السهيل 2. بهذه طبعا احنا عن طريق السهيل استطعنا ان نوصل رسائل كبيره الى العالم عن دوله قطر ونشاطاتها والتقدم اللي موجود فيه دوله قطر والمشاريع اللي موجوده في دوله قطر وخاصه ل 2022. وعندك الله يسلمك من الاشياء اللي احنا انجزناها السنه هذه اللي هي المسابقه الدوليه لهواه اللاسلكيه، المسابقه الدوليه هذه من اكبر المسابقات الدوليه، طلعنا المركز الثاني، وعندنا على مستوى اسيا احنا المركز الاول، وعلى مستوى الوطن العربي احنا المركز الاول. طبعا هذه المسابقه من المسابقات الدوليه اللي احنا نشارك فيها كل سنه، والحمد لله هذه السنه الله وفقنا وقدرنا نوصل رساله ونصل الى مراكز متقدمه. يعني من ذكرت ان دخلت او شاركت في هذه المسابقات، نبي نعرف شنو نوعيه الفعاليات اللي تكون داخل هذه المسابقات. المسابقات احنا عندنا نقاط، طبعا هذه النقاط كم عدد النقاط اللي انت تقدر تجمعها في 48 ساعة. حلو. 48 ساعة انت تفتح الاجهزة المحطات اللي تخاطب اللي انت تتكلم فيها حوالي 6 محطات، ال6 محطات هذه لازم تجمع اكبر عدد ممكن من النقاط على مستوى العالم. على مستوى العالم في هذاك اليوم اللي فيه المسابقة يمكن 3 ملايين هاوي يتسابقون معاك. ما شاء الله. فهذه الـ3 ملايين هاوي اللي احنا نتنافس معاهم استطعنا نصل الى المركز الثاني، وهذا انجاز كبير. صحيح. لما انت تصل الى المركز الثاني واللي حصل على المركز الاول مو بكفاءة ولا تجهيزا، الموقع اللي هو فيه يسمح له انه يجمع اكبر نقاط اكثر منا احنا فقط. اما من ناحية كفاءة الشباب وكفاءة الاجهزة وكفاءة المعدات والفرص اللي موجودة عندنا لا قوية جدا، بس انه بعد كل واحد له موقع، موقعنا احنا من الكره الارضيه ما يسمح لنا ان احنا نصل، لكن احنا في تحدي مع نفسنا وتحدي مع الاتموسفير، ان شاء الله يوم من الايام بنصل الى مراكز متقدمه ان شاء الله باذن الله. حدثنا سيد سبعان عن مشروعكم لتدشين وانشاء محطه خاصه لهواة اللاسلكي في منطقه الخور، ودور هذه المحطه في ايضا دعم التقارب ما بين الشعوب والتعريف ايضا بفعاليات كاس العالم. طبعا جميع مسابقات كاس العالم على مستوى العالم تنشئ محطة بهذه المناسبة في جميع الدول، لكن احنا عندنا توجيهات من رئيس الجمعية اللي هو عبد الله بن حمد العطية، قطر لازم تعمل شيء مميز. فاحنا الحمد لله ان شاء الله في 2022 محطتنا ما بتكون محطة عادية، بتكون محطة مميزة بحيث ان احنا نلفت انظار العالم لهذه المحطه، نستقطب فيها اكبر عدد ممكن من الضيوف من كبار الزوار، معظم الهواه اللي بيجون لمشاهده مباريات كره القدم فيهم هواه كثير، اللاعبين فيهم هواه، المسؤولين اللي موجودين في الفيفا وغير الفيفا هذول اشخاص لهم هوايه الراديو. فاحنا عندنا محطه خاصه بالاتصال لان هذه ميزه، اي هاوي يقدر انه يرسل رساله من محطه كره القدم او محطه 2022 من دوله قطر بيكون لها تميز خاص، وهذا السبب ان معظم الهواه يتسابقون من الان على اساس انه يشاركون في هذا المحطه. نعم، يعني سيد سبعان الله يعطيك العافيه، احنا مستكملين معك في هذا الحوار الشيق عن الجمعيه القطريه لهواة اللاسلكي، بس نروح نشوف مع بعض احد الفعاليات المصاحبه في كتاره فعاليه العرضه، نشوف هذه الفعاليه ونشوف تفاعل الكبار والصغار مع هذه الفعاليه. Thank you.
مشاهدينا الكرام، من لقطات العرضة إلى الفرقة السيمفونية للقوات المسلحة موجودة في الحي الثقافي كتارة تطلب هذه الأغاني. لكن معي ضيف اليوم مميز. شو الضيف هذا؟ جاي أول شيء بعين خالد على سيكل، فك النظارة، وين النظارة وإحنا الشمس غابت؟ زين جاي على سيكل، علمني سالفة السيكل أول شيء. أول شيء أمسي عليك وعلى أخواننا المشاهدين وعلى كل من موجود في الاستديو، وأهنيكم على هالعرس الطيب، وأهني سمو الأمير الوالد وسمو الأمير الشيخ تميم وعلى كل من يوجد على هالأرض الطيبة. سالفة السيكل طبعا منها رياضة وضعف الجسم وحركة وهي فيه بركة، وهذا هي البركة، هو لعبة السيكل. السيكل معين خالد لحد كتارة والله شعور ما يوصف. في نفس الوقت أنا حاضر المهرجان هنا عشان الماستر هو ولدي أكبر عيالي ومحمد أخوك محمد الصياطي وملازم في الموسيقى. الحمد لله طبعا أنا أفتخر ورفع رأسنا وراس البلاد والحمد لله رب العالمين. شعورك يوم تشوف ولدك ماسترو الفرقة السيمفونية القوات المسلحة موجود قاعد يعزف والكل مستطرب، يعني نشوف الجمهور الكل مستطرب الكل مستانس يسمع هالموسيقى الجميلة؟ والله شعور ما يوصف. أنا أقول لك صراحة لأن ما عندي وصف، يعني يعجز لساني من الوصف صراحة، لكن في نفس الوقت أنا أفتخر لأن هذه بلادي وهو رفع رأس بلادي وبلادي الحمد لله رأسه مرفوع. ويكفي إن, إن, إن هذه في النهاية شيء اسمه موسيقى قوات المسلحة القطرية، وهذا شيء يرفع الرأس ويرفع الشعب كاملا. يعطيك مليون عافية فيها البنوتة الحلوة. بس قبل ما نأخذها تعالي في تعالي. السلام عليكم. في اخواننا من سلطنه عمان جايين الدوحه خصيصا. اول شيء ليش جيت الدوحه وش تسوون هنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اشكركم على هذا اللقاء الطيب، بارك الله فيكم. والله احنا محظوظين ان وصلنا الى الدوحه وهي دوحه الجميع، الحمد لله رب العالمين. فعالياتكم جميله والله يهنيكم بالعيد الوطني. ما شاء الله الفعاليات كثيرة معاكم. انت جايين هنا اليوم شو تسوون؟ والله جايين نحتفل معاكم. جايين الدوحة؟ وجايين الدوحة كذلك كأس العالم للأندية. حضروا المباريات؟ المباريات نعم، للنصف النهائي وإلى النهائي ليفربول. والحمد لله رب العالمين. أي نادي؟ نادي ليفربول. وإن شاء الله ياخذ الكأس. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. قوموا شجعينهم. تعال، هنا هالبنية الحلوة طبعًا عندك حاجة في أغنية تبين تقولينها صح؟ سمعينا قولي شو الأغنية عن قطر؟ قبل شوي غنيتيها، قولي لي. قطر حلوة، قطر حلوة وأجمل لون. ما شاء الله عليها، الله يبارك فيها. البنية هذه جدها مدير مدرستي، وكل الاحترام وتقدير لكل الطاقم التدريسي والعاملين في مجال التعليم اللي أخرجوا أجيال لخدمة هذا الوطن. اليوم أنا ما كنت هنا مذيع معاكم في تلفزيون قطر لو ما كان وراي مدرسين اشتغلوا علينا وتعبوا علينا. يعطيك مليون عافية. لا وقاعد يصورنا بعد لايف. مساك الله بخير. مساك الله بالنور والسرور. ايش رايك في هالأجواء اللي قاعد نعيشها هنا في الدوحة؟ والله أجواء صراحة ما تنوصف، يعني تنظيم رائع ما عليه كلام، ما شاء الله. يعني مناسبة، يعني مناسبة العيد الوطني ما شاء الله عندكم. هالمناسبة شو تقول على هالأجواء الجميلة؟ والله أحب أهني جميع الأهالي في قطر الحبيبة، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. وانت بخير وصحة وسلامة. أتصور من الكاميرا وأتصور بالتليفون، يعطيهم مليون عافية. سعادة النقيب المستقبل إن شاء الله أشوفها موجودة هنا. إيش تبي تقول؟ أنت واقف تلحق. ها؟ تحب قطر؟ يحب قطر، كلنا نحب قطر؟
هذه الأجواء في كتارة وما زالت الفعاليات كثيرة، عاد باقي فعاليات هناك على المسرح المكشوف، انتظرونا مشاهدينا في هذه التغطية، لكن نترككم مع هذه اللقطات الجميلة لنعيش معكم هذه الأجواء. إذن رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وشفنا هذه الاحتفاليات، شفنا فرحة الأطفال باليوم الوطني لدولتنا الحية بقطر مروان. احنا راح نستكمل حوارنا مع السيد سبعان مسمار مبارك الجاسم وهو أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي. رحب فيك مرة ثانية وأنا في برنامج المسير. أنت قبل ما نطلع يعني في هذا النقل المميز تكلمنا وياك عن إنشاء محطة خاصة لكأس العالم، لو نبي نعرف وين وصلتوا في إنشاء هذه المحطة، متى ممكن أن يتم الإعلان عن الانتهاء من هذه المحطة؟ طبعا المحطة هذه عندنا أرض احنا موجودة في الخور، طبعا احنا من الأشياء اللي احنا تكون مطلوبة لازم تكون متوفرة في المحطة لازم تكون قريبة من البحر. فجزاهم الله خير وزارة البلدية والبيئة، الجماعة عطونا أرض بالقرب من معسكر الكشافة في الخور، مدينة الخور، وهذه المنطقة قريبة من البحر، فإن شاء الله يسوي يتم إنشاء. وضعنا دحين المخططات الأساسية لإنشاء المحطة هذه، والمحطة هذه عبارة عن مباني خاصة بلهواة اللاسلكي، وفي نفس الوقت هي الأبراج الخاصة بالاتصال، الأبراج والهوائيات طبعا مهمة، هذه 6 أبراج لازم تكون موجودة في المحطة، وهناك طبعا محطة خاصة بالتجهيزات الخاصة بالهواية. طبعا الحين وضعنا المخططات كلها وبادي ان شاء الله في مشاريع التنفيذيه ان شاء الله لهذه المحطه. ربما سيد سبعان الحدث الابرز والذي احدث تغيير كبير في مسيره الجمعيه هو اطلاق القمر الصناعي سات 2 وخدمته بشكل مباشر لنشاطاتكم. اود ان يعني نستعرض بشكل اكثر عمق الاهميه حتى المستقبليه، ليس فقط الجمعيه القطريه لهواة اللاسلكي وانما ايضا لشركات تعمل في ذات المجال. طبعا طال عمرك القمر الصناعي سهيل 2 فيه المحطه الخاصه بهواة الراديوس، طبعا هذه تخدم العالم كله، يعني مثل ما تخدم دولة قطر لكن العالم كل الهواة اللي موجودين على مستوى العالم دائما هم يمارسون هواة اللاسلكي عن طريق القمر الصناعي القطري. ليش؟ لأن أنت الحين لما في الهوائيات العادية، الهوائيات العادية بعض الساعات يكون الجو ما يسمح أنك تتصل لأن الهواء غير مناسب أو أن الأتموسفير مش فيه الكفاءة اللي أنت تقدر ترسل، لكن بالقمر الصناعي 24 ساعة تقدر أنت تتصل بأي شخص موجود في العالم ما دام هو على الجهاز، أنت تقدر تتصل فيه على جميع القنوات، وهذه الميزة اللي موجودة في القمر الصناعي. القمر الصناعي مربوط بجميع الهواة اللي موجودين على مستوى العالم، عندنا الفريكونسي الخاص وعندنا النداء الخاص بالقمر الصناعي القطري،
وجميع الهواة اللي موجودين على مستوى العالم في أي وقت من السنة يقدر يتصل، وخاصة في عملية الطوارئ والكوارث. نعم، يعني سيد سبعان، ممكن في الشباب الحين قاعدين يتابعونا وهم من هواة اللاسلكي يحبون هذا المجال، شنو الشيء اللي انتم تقدمونه لهم على اساس انه يتطورون، على اساس انه يدخلون في هذا المجال؟ ممكن انهم ما يعرفون انه نقدر نعزز هذه الثقافة، نقدر نطور هذا الشيء، فشلون تقدرون تعززون هذا الشيء عند الشباب؟ طبعا احنا عندنا نمر على المدارس ونمر على التجمعات الشبابية ونجلس ونشرح، ولنا منشورات خاصة ولنا ويب سايت خاص ولنا وسائل التواصل الاجتماعي وزيارات رسمية من قبل المدارس تجينا الجمعية. طبعا في هذه المناسبات والمحاضرات والندوات احنا نوصل الرسائل لهواة الراديو او للشباب الذين يحبون هذه الهواية. طبعا الهواية هي تبادل ثقافي بين الشعوب، من الهوايات اللي بدأت في القرن 18 أول ما اكتشفت الذبذبات على مستوى العالم، ابتدت الناس تمارس هذه الهواية عن طريق جهاز المورس. طبعا جهاز المورس عبارة عن ذبذبات كهربائية ترسل في الهواء، يستقبلها مستقبل ويترجم هذه الذبذبات الكهربائية إلى أحرف، ومن الأحرف إلى جمل، ومن جمل إلى كلمات، من كلمات إلى جمل. طبعا الهواية هذه بدأت بسيطة، لكن الحمد لله على مستوى التقدم العلمي اللي موجود حاليا الهواية منتشرة على مستوى العالم، واللي عنده أي استفسار أو يبغي أي معلومات زيادة إن شاء الله يزورنا في جمعية هواة اللاسلكي. احنا موقعنا مقابل حي الثقافي كتارة، واحنا جزء من حي الثقافي كتارة، موجودين في الفلل المقابلة لهذا الحي. طبعا في ندوات خاصة، في معلومات، في هواه موجودين يشوف الأجهزة يسأل، احنا بدورنا نشارك في عملية إيصال المعلومات الكافية واللازمة عن هذه الهواية. طبعا الهاوي اللي بيجي يبي ينتمي لهذه الهواية أول شيء لازم تكون اللغة الإنجليزية عنده قوية جدا، نسوي له اختبارات على أساس تتأكد من المعلومات الثقافية، لأن هذا الشخص اللي بيقعد على المايك أو بيقعد على الجهاز هذه لازم يوصل ثقافة قطر إلى العالم. ومن العالم طبعا الواحد لازم يكون شخص مثقف متعلم رزين، بحيث أنه يقدر يوصل هذه المعلومة. طبعا اللغات المستعملة في الأجهزة يقدر يستعمل اللغة العربية ويقدر يستعمل اللغة الإنجليزية، بس اللغة العالمية اللي موجودة على مستوى العالم هي اللغة طبعا الإنجليزية، لازم يكون ذو دراية كافية باللغة الإنجليزية. طبعا نقدم له اختبار، احنا الشخص اللي يجي بيقدم يبي يحصل على ترخيص، في اختبار اول مقابلة شخصية اولا، بعدين في اختبار لغة انجليزية، بعدين الله يسلمك نعمل له دورة خاصة بالاجهزة مدتها شهر ونص، نوصل له معلومة عن هذه الاجهزة واهميتها واهمية التحدث في على الجهاز، بعدين يخلص الدورة النظرية في دورة عملية. نعم. يقعد على الأجهزة لمدة شهر ونص بعد مع واحد يسمونه سكن أبريتر، يكون معاه مدرب يدربه لحد إن شاء الله ما يوصل إلى النهاية نعطي الرقم. جميل. كنت تتحدث دائما عن أنه نوعية النشاط التابع لهكذا جمعيات مرهون نجاحه بحجم الدعم المقدم من قبل الدولة ومؤسسات الدولة، وأنه جزء كبير جدا يسند في نجاح الجمعية إلى حجم الدعم الذي قدم من جميع المؤسسات. احنا مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمع المدني هي أساسا لازم تقوم بنفسها، هي تشيل نفسها، لكن جزاها الله خير الدولة مش مقصرة معانا من ناحية التجهيزات ومن ناحية المعدات ومن ناحية تأجير الموقع والمقر والدعم، وهذا الدعم يعني هذا ما شاء الله كان دولة قطر على مستوى الوزارة، وزارة التنمية أو وزارة الشباب أو الوزارات الأخرى في 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 الدولة، لما نجيهم في أي شيء ما يقصرون في دعم جمعية هواة اللاسلكي. نعم. لأن جمعية هواة اللاسلكي عالمية ترفع اسم قطر عاليا على مستوى العالم، والحمد لله الدعم متوفر والجماعة داعميننا ومركزين علينا
واحنا بدورنا ودور الشباب اللي موجودين بدعم هذه الجمعيه بعد يعني في 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 دعم خاص بعد من من, من اعضاء الجمعيه، اعضاء الجمعيه من اجهزه ومعدات وهوائيات وتواجدهم في الجمعيه، هذا اكبر دعم للجمعية. نعم يعني سيد سبعان مسمار الله يعطيك العافية، وهذا الدعم اللي يعطيه لكم الدولة قاعدين نشوفه على أرض الواقع، قاعدين نشوف إبداعاتكم، قاعدين نشوف النجاح اللي أنتم قاعدين تقدمونه من خلال مشاركتكم سواء في قطر أو خارج قطر. سيد سبعان مسمار مبارك الجاسم أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي، شكرا لك وما قصرت على حضورك. جزاكم الله الخير وما قصرت، وشكرا على هذا اللقاء، خاصة أن أعطتونا فرصة أن نقدر نوصل رسالتنا إلى الشعب القطري. نعم هذا واجبنا. يعطيكم العافية مشاهدي الكرام. مروان نطلع فاصل. نعم فاصل وأنا عودة إن شاء الله. مشاهدي الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج المسير، طبعا مستمرين في احتفالاتنا باليوم الوطني، مستمرين ونركز على الأشياء ونركز على الجهات، نركز على المؤسسات المميزة في دولتنا الحبيبة قطر. مروان صحيح، وجو بارد من ناحية الطقس لكنه ساخن من ناحية المشاعر والحماس هنا في كتارة. مشاهدينا الكرام فقرتنا التالية مشاهدة الكرام، يعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات أحد أكبر وجهات استضافة المؤتمرات في الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً على المستوى التكنولوجي، حيث يضم مجموعة من أحدث مرافق التقديم والإنتاج الإعلامي. طبعاً وحاز المركز مشاهدينا الكرام على جوائز متعددة مع سجل حافل بإنجازات من الفعاليات العالمية اللي استضافها بنجاح ملحوظ، حيث يعمل به فريق من المتخصصين ذوي الدراية واسعة بإدارة مختلف الفعاليات والبرامج والمؤتمرات. وللحديث أكثر مشاهدي الكرام عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يسعدنا أن نستضيف السيد عبد الله إبراهيم المهندي نائب مدير العمليات وتطوير الأعمال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. حياك الله معنا سيد عبد الله. نبدأ معك بداية نتحدث عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات كواحد من أكبر مراكز الشرق الأوسط وأكثرها تقدما من الناحية التقنية ومن ناحية أيضا الحجم ومن ناحية أيضا المساحة، تحدثنا عن المركز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لتلفزيون قطر على إتاحة الفرصة لتهنئة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري الكريم وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة. بداية بالنسبة لما يخص مركز قطر الوطني للمؤتمرات، طبعا الجميع أعتقد على دراية ومعرفة بالمركز لكثرة الفعاليات اللي صارت فيه، سواء من فعاليات التعليم أو فعاليات الصحة أو معرض الكتاب، الكثير من المعارض بما فيها الحفلات الخاصة أيضا. الحمد لله يعد المعرض صراحة مفخرة لدولة قطر، وتلقينا العديد من الضيوف اللي جاءوا من دول أوروبا لزيارة مركز قطر الوطني المؤتمرات والتعرف على المركز عن كثب، ويعني كان الجميع يتفاجأ بحجم المركز والتقنية اللي كانت في المركز يعني وحجم القاعات اللي موجودة فيه. فالحمد لله كان يعني يحصل على استحسان بشكل كبير من الضيوف. نعم، يعني مركز قطر الوطني للمؤتمرات يعني أصبح من أكثر الأماكن اللي يقصدونها الناس للتعليم، يقصدونها الناس للمشاهد، يقصدونها الناس لكثير من الأشياء. يعني أكيد في جوائز عالمية حققها المركز من يوم ما افتتح في عام 2011، ومنها شهادة الريادة في تصاميم البيئة والطاقة. خلنا نتكلم عن الجوائز اللي حققها ومنها نتكلم عن هذه الشهادة إن شاء الله. طبعاً من أهم الجوائز اللي حصل عليها المركز اللي هي جائزة الريادة. نعم. كلمة الريادة بحد ذاتها هذه تعتبر يعني وسام يوضع على مبنى مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالإضافة إلى حصل على جائزة أفضل مركز للمؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط والعالم. نعم. حصل على جائزة أفضل مركز لإقامة الفعاليات، حصل على مركز أفضل مركز على مستوى الشرق الأوسط طبعا، ومن حيث حتى السياحة. نعم. من جانب السياحة يعني اليوم سيد عبد الله لربما حاجة قطر إلى مثل هذا المركز بالضرورة مهمة جدا. لاحظ بأنه ما بين الأعوام 2012 إلى العام 2018 قطر تصدرت مراتب عليا في استضافتها لأكبر الأحداث وأكثرها أهمية، ونحن نتحدث فقط عن منطقة الشرق الأوسط وإنما العالم أيضا. أحداث عديدة كانت سباقة، كانت في مراتب عليا في حجم الاستضافات، وكيو ان سي سي واحد من الصروح التي ساهمت فعلا خلال السنوات الأخيرة في تعزيز دور قطر الريادي في أن تكون فعلا بلد ودولة للمؤتمرات، تحسن التنظيم والاستضافة في ذات الوقت عبر تكنولوجيا حديثة وتقنية كبيرة جدا استخدمت في كيو ان سي سي. نعم، ما لا شك فيه أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات من فضل الله استضاف المؤتمر تغيير المناخ اللي هو يطلق عليه اسم الكوب 18. صحيح. وهذا مؤتمر على مستوى العالم. طبعا عدد طبعا هو خاص بوزراء البيئة، فكان جميع وزراء البيئة من مختلف دول العالم كانوا موجودين عندنا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ناهيك عن الكم الهائل من الإعلاميين اللي كانوا موجودين، غير هذا اللي هو مؤتمر الأونكتاد العالمي، وهو يعتبر مؤتمر للاقتصاد العالمي. نعم. هذا طبعا المؤتمر المناخ الكوب 18 والأونكتاد هم طبعا على رأس قائمة بالناحية العالمية نقدر نقول، بالإضافة إلى كثير من الفعاليات الثانية، مؤتمر الابتكار للصحة، مؤتمر الابتكار للتعليم، طريق وسائل مبتكرة للتعليم، وسائل مبتكرة للصحة. والشهر الماضي كانت عندنا أولمبياد العلوم، هذا كان على مستوى أيضا عالمي،
ونفخر فيه صراحة يعني في مركزنا. الكثير من المؤتمرات والكثير من الفعاليات اللي استضفتوها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلني أسألك سؤال، زرت درب الساعي هالسنة؟ السنة؟ إيه؟ لا للأمانة زي لا. زين خلنا بنروح احنا درب الساعي مع زميلنا أحمد المالكي هناك ونشوف الأجواء، وبعدها ممكن تزور لأنه باقي لهم يوم ترى على إن شاء الله درب الساعي. شاء أحمد المالكي مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساك الله بالنور مرة ثانية أخوي عبد الله، بالفعل باقي يوم واحد على فعاليات درب الساعي الكثيرة حقيقة، ودنا نغطي كل الأماكن والفعاليات والأحداث اللي قاعدة تصير هني في درب الساعي، والفعاليات جميلة مستمرة اليوم لغاية الساعة 10 في الليل، لا تفوتكم الأجواء. في أحد طبعا الأجنحة راح نتكلم عن جناح وزارة الثقافة والرياضة ومشاركتها أيضا الأولى في درب الساعي، نتكلم عن هذا الجناح أكثر. معاي أخوي ناصر المالكي، مساك الله بالخير أخوي ناصر، حياك الله معنا في برنامج المسير، نبغي نتكلم عن مشاركتكم في درب الساعي. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أحب أرفع أسماء آيات التهاني وتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سمو الأمير الوالد، إلى كافة الشعب القطري، والله يديم علينا الأفراح والأمن والأمان دائما إن شاء الله. بالنسبة لمشاركة وزارة الثقافة والرياضة، هذه السنة الأولى اللي نشارك بمسمى وزارة، يمكن في السنوات السابقة كنا نشارك بمراكز متفرقة، لكن السنة هذه بمسمى الوزارة. عندنا أنتم حاليا في مركز قطر للرياضات اللاسلكية، عندنا نادي قطر مشارك، نادي الريان مشارك، مركز الفنون البصرية مشارك، النادي العلمي، مركز المسرح، نوماس، كثير من المراكز مشاركة معنا هذه السنة. أبو عبد الله نعرفك أنت الجوكر ما شاء الله عليك، وين ما تتواجد ما شاء الله عليك رجل صاحب يعني أيادي بيضاء وإيجابية في التعامل مع كل خلنا نقول الوزارات والأقسام وكافة الفعاليات خاصة في درب الساعي. شو تحب تقول يعني شو تحب تقول حق الناس اللي يجونكم في سواء كان في جناح الوزارة أو خيمة فعالية الدوحة؟ أول شيء أحب أقول لهم لازم يمرون يشوفون باقي يوم واحد، يعني ما في اليوم وبكرة إن شاء الله، وبكرة عندنا نص يوم، بكرة يعني الجمعة تدري، فإن شاء الله نتمنى نشوفهم جميعا ويشاركون في كل الفعاليات بصراحة بكل أمانة، مو بعشان وزارة الثقافة لكن فعالياتنا مميزة فيها مرح سواء للصغير للكبير للولد للبنت للجميع يعني. دامنا احنا هنا قريبين خلنا نشوف بعض الفعاليات مشاهدينا الكرام. هذه ابو عبد الله، هذه لعبه كره قدم لكن باللاسلكي، يعني بالسيارات اللاسلكيه، واحده من الرياضات اللي يستمتعون فيها الاطفال وحتى الكبار يستمتعون فيها بعد. وبعد في جناح اخر عندكم الطيران اللاسلكي، خلنا ننتقل لمركز قطر للرياضات اللاسلكيه ونشوف ايضا مجموعه من الاطفال نفس الشيء سيارات. نعم سيارات، يمكن الطيارات شوي فيها صعوبه في هالوقت، لكن الطيارات موجوده على شكل سيميليتر او يعني نظام تمثيلي يعني. ناصر المالكي انا اشكرك صراحه على هذا اللقاء، اتمنى لكم التوفيق. انا باخذ مجموعه من الاطفال اللي موجودين هنا في الجناح، يعطيك العافيه ابو عبد الله. شباب حياكم معاي، السلام عليكم الشيخ مشعل، الشيخ محمد بن مشعل، شيخ بارك خير. شو تحب تقول في هاليوم؟ أمس طبعاً كان 18 ديسمبر، شو تحب تقول في هذه الفعاليات اللي أنت متواجد فيها وأيضاً في حب دولة قطر؟ ما عشق يلا قل لي شو تحب تقول عن قطر؟ شو أقول؟ شو تقول؟ قول والله حب دولة قطر، حب قطر وافتخر أني قطري الحمد لله. إنزين قل لي سويت في درب الساعي؟ شنو الفعاليات اللي شفتها؟ شنو أكثر شيء يعجبك؟ لحن ما شفت شيء، توني داخل الحين بروح شيء اجي. يلا ان شاء الله اتمنى انك تستمتع وتزور كل الاماكن في درب الساعي. غانم المحمدي شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. شو تحب تقول في حب قطر؟ كل عام وقطر بخير. وانت بخير، شكرا لك على المشاركه. مشاهدينا الكرام انا برجع لكم في تغطيه ثانيه ان شاء الله مع هذه الاجواء الجميله في درب الساعي وايضا في كتاره، نشوفكم بعدين. زحل نسيت النوب للمجد حاث اغطال التميم المجد وميرنا المحبوب، زحل نسيت النوب للمجد حاث اغطال التميم المجد
إذا مشاهدين الكرام نرحب فيكم مرة ثانية وقاعدين نشوف هذه الأجواء الجميلة. يعني انتم يمكن من خلال اللقطات ومن خلال المشاهد اللي خدناها شفتوا المسرح الروماني في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة منور وتشوفون الإضاءات. طبعا هذه كلها بنشوف على الهواء يعني هذه الإضاءات المميزة وهذه التجهيزات المميزة لأوبريت هذه قطر. إن شاء الله راح يكون الأوبريت في تمام الساعة السابعة. اللي ما طلع من البيت ممكن إنه يحضر إلى المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ويستمتع بهذا الأوبريت المميز. احنا راح نستكمل حوارنا طبعا مع السيد عبد الله ابراهيم المهندي نائب مدير العمليات وتطوير الاعمال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. يعني احنا نشوف مركز قطر الوطني للمؤتمرات ونشوف المساحه الكبيره لهذا المركز المميز. كلمنا عن المساحه، كلمنا عن حجم هذا المركز. طبعا حجم المساحه المركز 200,000 متر مربع مقسمه الى اجزاء. طبعا المركز القاعات من الجهتين، جهة الشمال وجهة الجنوب. القاعات الخلفية اللي هي 7 قاعات مجموع الأمتار في السبع قاعات هذه 35,000 متر مربع، بالإضافة إلى القاعتين اللي في الجهة الأمامية مساحتها 5,000 متر مربع، يعني إجمالي 40,000 متر مربع. هذه حجم القاعات فقط. ما شاء الله. في عندنا المسرح المياسة، حجم استيعاب هذا المسرح 2,300 شخص، بالإضافة إلى عدد ثلاثة من المسارح الصغيرة اللي هي الأودوتوريوم، واحد منهم 450، الأصغر شوي 350، الثالث 250. بالإضافة طبعا إلى الكونفرنس هول اللي هو قاعة المؤتمرات الكبيرة اللي صارت فيها الفعاليات الكبيرة. هذه طبعا تستوعب لغاية 4,000 شخص. ما شاء الله. واحد من الأمور السيد عبدالله التي تميز مركز قطر الوطني للمؤتمرات هو شكل المركز والمستمد من العديد من التراث القطري على شكل الأشجار. هذا أولا. هناك أيضا أبعاد أخرى للمبنى من ناحية البعد البيئي تحديدا في محافظته على البيئة، وأنه مبنى ذكي، أحد المدن الذكية في قطر، والذي أيضا يستهلك الطاقة من خلال الطاقة الشمسية. حدثنا عن مميزات أولا الشكل العمراني لمركز قطر الوطني للمؤتمرات. طبعا شكل المركز على نظام السدرة، والسدرة طبعا هي كلمة تراثية قديمة لنوع من الأشجار. يعني السدرة هذه في السابق كان يجتمع تحت السدرة هذه بغض النظر طبعا أكيد للظل، لكن بعضهم كان يعني يكون اجتماع الأدباء والشعراء، تبادل المعلومات، تبادل الأفكار. فلذلك صارت السدرة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أو هو شعار أصلاً مؤسسة قطر اللي هو السدرة. ومؤسسة قطر طبعاً كلنا عارفين هي منبع التعليم عندنا في دولة قطر. فبعد أيضاً هي تكمل ما جرت عليها العادة في السابق أنها تصير فيها تحت اجتماعات للتعليم، للابتكار، لتبادل الآراء. فنفس المنظومة مستمرين فيها. أما بالنسبة حق تصميم المركز ومحافظته على البيئة، فالمركز يستخدم الطاقة الشمسية مما يوفر 12.5% من احتياج المركز للطاقة. ما شاء الله، يعني شيء مميز وشيء مهم ان تستخدمون هذه التقنيات الجديدة في المركز. ويعني لو نتكلم وياك عن اكيد في 2019 يعني سنة كانت جميلة على الكل في دولتنا الحية بقطر، اكيد كان في انجازات حققتوها في هذه السنة من خلال المركز. كلمنا عن انجازاتكم خلال 2019. اهم انجازات 2019 اللي هو كان يعني أظهر اسم مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والحمد لله مركز معروف
اللي هي أولمبياد العلوم اللي شاركوا فيها العديد من الدول الأجنبية الآسيوية على مستوى الشرق الأوسط على مستوى أوروبا والعالم طبعا، بالإضافة إلى معرض الكثير من المعارض منها الدمدكس اللي هو تبع وزارة الاتصال والمواصلات، تخريج دفعات مركز قطر للقيادات كان عندنا طبعا، بالإضافة إلى يعني الحفلات الغنائية والعديد من فضل الله المعارض والمؤتمرات والندوات. وطبعا نقطة نسيتها بالنسبة حق مساحة المركز، من ضمن غير القاعات اللي موجودة المركز يحتوي على 52 قاعة اجتماعات ممكن تستخدمها لخمس أشخاص أو 400 شخص. سنكمل معك سيد عبدالله. مشاهدي الكرام، نذهب في هذه اللحظات إلى الزميل سلمان يوسف ليطلعنا على آخر المستجدات حول الفعاليات من هنا من كتارا. إليك زميل سلمان. كل الشكر لك زميلي مروان وأيضا أخوي عبد الله هلابي في استديو المسير من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. اللي جاء مشاهدينا الكرام كتارا من يوم السبت لين اليوم تقريبا يسمع في إذنه وهو ماشي في الممرات أنغام موسيقية وطنية قطرية وفي أنغام ثانية يسمعها. الله يسلمكم، هذه يعني كتيبة الموسيقية تابعة لكتيبة موسيقى القوات المسلحة القطرية، لهم تواجد مميز جدا في كتارا. يسعدني أن يكون معايا الحين قائد هذه الكتيبة الملازم محمد يوسف سليطي. مسي عليك بالخير بداية، وليت لو تكلمنا عن طبيعة تواجدكم في كتارا. مسي عليك وعلى مشاهدين تلفزيون قطر. طبعا الفرقة السيمفونية جزء من كتيبة موسيقى القوات المسلحة وأنا قائد الفرقة السيمفونية. دور الفرقة هنا طبعا احنا نقوم بعزف بعض الأغاني الوطنية المعروفة، وفي طبعا بعض الأعمال الخاصة بالفرقة السيمفونية التابعة لكتيبة الموسيقى. احنا سمعنا اغاني وطنيه، سمعنا اغاني قطريه ثانيه لها عمق تاريخي. خلينا نتكلم عن الاعمال اللي قدمتوها اليوم. اليوم طبعا قدمت اعمال متنوعه، في اعمال خاصه بالفرقه مثل ما ذكرت لك، وفي اعمال اغاني قطريه معروفه مثل معنا مثل يا ناس احب الاغاني القطريه فقط. لو نتكلم عن هذه الفرقة الموسيقية وسيمفونية التابعة لكتيبة الموسيقى القوات المسلحة القطرية، متى تأسست هذه الفرقة وأعضائها وأبرز الأمور اللي تقومون بها؟ طبعا تأسست في عام 2008 على يد العميد مطر علي الكواري، وطبعا الشباب دخلوا عندنا وبدأ التدريب من الصفر في كتيبة الموسيقى، والحمد لله وصلوا لمستوى عالي جدا لدرجة أنهم ينافسون أكبر الفرق الموجودة على مستوى الوطن العربي. زين، خلنا نتكلم بعد على شلون شفت تفاعل الجمهور وقبالهم. ما شاء الله يعني الكراسي فل، احنا حاولنا نشوف لنا مكان نقعد فيه ما لقينا. إقبال الجمهور ما شاء الله إقبال ممتاز، وإحنا فرحنا هالشيء، واللي خلي الجمهور طبعا يحضر ويسمع الأعمال اللي تعزف. احنا نحاول نعزف الشيء اللي يمس الجمهور، وتعرف احنا طبعا في ايام وطنيه واحتفال، فاحنا نختار اعمال معينه نعزفها هي اللي تمس المواطن والمقيم على ارض قطر. ابرز الاعمال الوطنيه اللي اديتوها اليوم، احنا شفنا فرقه الكورال العازفين وجودك انت كمايسترو، ابرز الاعمال الوطنيه القطريه اللي قدمتوها. طبعا قدمنا هلي برد، قدمنا الله يعمر قطر، قدمنا المعنى يقول، هي أغنية قطرية معروفة طبعا، قدمنا واقف على بابكم والهم سير، قدمنا العديد من الأغاني شوميلة مثلا، ديرة العز احنا بخير ديرة العز بخير، هاي الأغاني اللي قدمناها. وقدمنا أعمال موسيقية موسيقى فقط يسمعها الجمهور. يعني اليوم آخر يوم لتواجدكم صحيح؟
نعم اليوم آخر يوم لتواجدنا. الله يعطيكم الصحة والعافية وقواكم الله. أمانة نفتخر بمثل هذه الجهود، وإن شاء الله يعني نشوفكم في الأيام القادمة في أكثر من مكان، مو بس في كتارة. بإذن الله إن شاء الله، وشاكر لكم تغطيتكم الجميلة عند تلفزيون قطر. يعطيك الصحة والعافية بيوسف، وما قصرت. إذن مشاهدينا الكرام، هذه جزء بسيط من الفعاليات المقامة في كتارة. احنا نقول للي شاهدنا يمديك تركب سيارتك تاخذها لك وتي كتارة وتستمتع بالأجواء، أو تي عن طريق المترو، ولكن يوم بتي حاول تثقل في الثياب لأن الأجواء جدا باردة والفعاليات كثيرة في كتارة. خليكم الحين تعيشون هذه المناظر الجميلة على هذه الأنغام الوطنية. الجو يبرد مروان. ومشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم يعني من زمان قاعدين نسمع هذه الاغاني الجميله وهذه الاجواء الجميله. الاجواء بدت تبرد، فمثل ما قال سلمان قبل شوي، اي حد حاب انه يطلع، اي حاب حد انه قاعد الحين بالبيت يشتي وياخذ احتياطاته على اساس انه يكون مدفي نفسه من خلال هذه الاجواء البارده. احنا نستكمل وياك حوارنا السيد عبد الله ابراهيم المهندي، نائب مدير العمليات وتطوير الاعمال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. اكيد المركز له مشاريع قادمة، أكيد عندكم مخططات ومشاريع قادمة في سنة 2020 إن شاء الله. شنو هي مشاريعكم القادمة؟ بإذن الله راح يكون فيه تعاون مع المجلس الأعلى للسياحة، بحيث يكون فيه يعني المزيد من تنظيم الفعاليات، ومحاولة في استقطاب طبعا فعاليات عالمية وأقليمية من الخارج إلى المركز. نعم، اليوم لربما أيضا واحد من أبرز الأمور التي تذكر عند ذكر QNCC هو، وهذا كان هدف أصلا في عند قبيل تأسيس وإنشاء هذه المنشأة الضخمة والآيكون في عالم البناء والتشييد والمؤتمرات، أو أنه هناك بعد أيضا اقتصادي، في أنه أيضا رافد اقتصادي للدولة عبر تلك المؤتمرات الضخمة التي ينظمها. فبالتالي هناك شركات تشارك، هناك مشاركين يشاركوا، هناك يعني دول تشارك، فبالتالي هناك مردود اقتصادي إلى الدولة من خلال نعم. هذه المنشأة. نعم، بالفعل مثل ما تطرقنا للحديث أنا قبل شوي بخصوص التعاون مع المجلس الأعلى للسياحة. طبعا الحمد لله المركز يعني فعال بشكل كبير، والمردود لله الحمد أكثر من ممتاز، لكن مثل ما قلت لك احنا نطمح للأفضل إن شاء الله.
وإن شاء الله الخطة المستقبلية اللي هي التعاون مع المجلس الأعلى للسياحة لاستقطاب عدد أكثر من الفعاليات العالمية والأقليمية. يعني سيد عبد الله ذكرت قبل شوي أن الكثير من المؤتمرات، الكثير من الفعاليات، الحفلات الغنائية، حتى أيضا عندكم قاعات اجتماعات للأشخاص اللي يبون يجتمعون وما حصلوا مكان كنا يجون عندكم في الكيو إن سي سي على أساس إنه يجتمعون. هذه الأشياء ممكن نتكلم عنك شخصيا في عملك عززت كثير من شخصيتك، ممكن استفدت الكثير من خلال العمل في هذا المكان. خلنا نتكلم عن استفادتك في هذا المكان، الشباب اللي حابين إنه يدخلون في مثل هذه المجالات، يحبون إنه يحتكون في الناس في مثل هذه المجالات، شنو هي الرسالة، شنو هي النصيحة اللي توجهها لهم من خلال شغلك اللي اشتغلته؟ بالفعل طبعا بدون شك العمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أضاف لي الكثير 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 في خبرتي في التعامل والالتقاء بجميع يعني جنسيات، الالتقاء بجميع المسؤولين على مستوى الدولة. نعم مروان، نعم. يعني نعم. احنا يعني مستمتعين بهذا الحوار مع السيد عبد الله. طبعا جئت بالسيارة ام بالمترو؟ لا بالسيارة. اليوم كان الحديث، لاحظت عبد الله اليوم حديث عن وسائل النقل التي تجمع ما بين أماكن الفعاليات، الحديث الساخر اليوم عن تلك الخدمات التي يقدمها مترو دوحة في ربطه لجميع المناطق، استغلال جميع، لاحظ كل حتى الشباب من تلفزيون قطر استخدموا اليوم صحيح المترو وسهل عليهم عمليات الوصول إلى هذا المكان وحتى صحيح الوصول إلى الأماكن الأخرى حتى درب الساعي وغيرها من صحيح المناطق. أنا استخدمت المترو، يمكن أخوي عبد الله استخدمت المترو إلى الآن إن شاء الله الخطة المستقبلية إن شاء الله مع درب الساعي إن شاء الله. يعني أنا من استخدمت المترو أيضا في زيارتي لنهائي كأس الخليج وبداية كأس الخليج، رحنا استخدمنا المترو، وأيضا يعني الجمهور الحاضر في كأس العالم للأندية المقام على دولتنا الحبيبة قطر يستخدم المترو، لأن النهائي راح يكون بعد يومين إن شاء الله، فهم قاعدين يستخدمون ومنبهرين من هذا الإنجاز، منبهرين من هذه الأشياء المميزة في دولتنا الحبيبة قطر. مروان حتى الأمر يعني بالنسبة لكيو إن سي سي باعتبار السيد عبد الله حاضر معنا، عمليات الربط التي حصلت للمدينة التعليمية وأهمية فعلا مشروع المترو في تعزيز دور المركز كيو إن سي سي أو مركز قطر الوطني للمؤتمرات في تسهيل حضور الناس ووصولهم بشكل سريع إليكم. نعم أكيد طبعا المترو بالذات أن فيه محطة أساسا تكون في المدينة التعليمية وفي خلف مركز قطر الوطني نعم للمؤتمرات، وما يسهل عليهم موضوع التنقلات، وبالذات لما عادة الضيوف يكونون ساكنين في منطقة الفنادق اللي هي الوست بي، منطقة الدفنة، صح انتقالهم إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات صحيح فيه شوي يعني يمكن يحسون بزحمة، ولكن مع استخدام المترو لا المترو نعم يسهل عليهم الشيء. أعتقد يعني بإذن الله راح يساعدنا هالشيء في تنظيم فعاليات أكثر نعم من الجهات ومن الوزارات الحكومية. نعم سيد عبد الله، يعني الحديث معك كان شيق، استمتعنا في الحوار معك، شنو هي الكلمة الأخيرة اللي تحب توجهها للمشاهدين؟ طبعا مركز قطر الوطني للمؤتمرات كفاية أن المركز يحمل اسم قطر، فهو نعم جميع من يعيش في قطر حياهم الله في أي وقت تنظيم فعاليات، مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، الأبواب المركز مفتوحة طبعا للجميع، وأنا شخصيا راح أكون في استقبال أي زائر يشرفنا إن شاء الله في المركز، ولا يسعني لا لازم يعني لابدنا أن أختم الكلام بالشكر الجزيل لكم وعلى الاستضافة الطيبة. شكرا كل الشكر لكم من نيابة عن جميع العاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله إبراهيم المهندي، نائب مدير العمليات وتطوير الأعمال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ما زلنا إذن مشاهدي الكرام نعيش معكم هذه الأجواء الاحتفالية احتفاء
باليوم الوطني هنا في كتارة وعبر العديد من مواقعنا وأيضا في أماكن أخرى في درب الساعة وغيرها من المناطق. نترككم مع هذه المشاهد ولنا عودة. مشاهدينا الكرام نعيش معكم هذه الأجواء الممتعة اليوم الوطني لقطر وسط العديد من الفعاليات التي تحتضنها العديد من الأماكن في الدولة وهنا طبعا تحديدا في كتارة. ننتقل إلى موضوعنا التالي، حيث قامت الدولة بتأسيس الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض لتسريع بناء شبكة اتصالات وطنية فائقة السرعة من الألياف الضوئية متاح للجميع، وتركز على تنفيذ
البنية التحتية لشبكة البرودباند فائقة السرعة كأول مبادرة حكومية من نوعها على مستوى المنطقة، تهدف لتوفير إمكانية الاتصال عالي السرعة عبر شبكة الألياف البصرية في مختلف أنحاء الدولة. يعني وتسعى الشركة إلى تمديد البنية التحتية السالبة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لتقديم إمكانية الاتصال المتكافئة للمشغلين كي يتمكنوا من تزويد المستخدم النهائي بطيف واسع من الخيارات، ومن تحقيق الاستفادة القصوى من الشبكات الجديدة والقائمة في دولة قطر. نرحب وإياكم مشاهدي الكرام، ونستضيف الدكتور المهندس أحمد سلمان الصليطي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة النطاق العريض. حياك الله معنا. أهلاً أهلاً دكتور. يعني اليوم لا يعلم الكثيرين بأنه خلف شركات الاتصالات في قطر كفودافون وشركة أريدو هناك منظومة تدعم بالخفاء كل التطور الذي حققته قطر على صعيد قطاع الاتصالات. واحدة من هذه الشركات هي الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض. نود أن نتعرف على هذه الشركة ودورها في قطاع الاتصالات القطري. الله يرحمه. في البداية أحب أشكر الجميع وأشكركم على هذه الاستضافة. الشركة القطرية شبكة النطاق العريض هي شبكة حكومية أنشأت بمبادرة حكومية لدعم البنية التحتية لاتصالات الدولة ودعم القطاع الاتصالات بشكل عام، وهي مسؤولة عن تمديد الألياف الضوئية، وهي البديلة للكوابل النحاسية اللي كانت موجودة في من قبل، والتي بالتالي تتيح سرعات عالية من الانترنت تغطي متطلبات التطبيقات الجديدة والمستقبلية للحلول الذكية. نعم، يعني أكيد حققت نجاح كبير في تسريع بناء شبكة الاتصالات الوطنية فائقة السرعة من الألياف الضوئية، ووفرت خدمات طبعا للمواطنين وقطاع الأعمال. خلنا نتكلم عن هذا الشيء. طبعا مبادرة إنشاء بنية تحتية للدولة تدعم فيها القطاع الخاص، تدعم فيها المشغلين بشكل أساسي في الدولة لإنشاء شبكة وبنية تحتية تمنع الازدواجية في الدولة، وبالتالي تنظم استثمار البنيات التحتية في الدولة. وهذه البنيات التحتية متى ما تأسست في أي دولة تتيح لها وبالتالي توفير الخدمات الذكية وإنشاء مدن ذكية قائمة على المعرفة، وبالتالي دعم الاقتصاد والجي دي بي بشكل عام في الدولة. طيب اليوم هناك تعاون كبير ما بينكم. جمهورنا الكريم، شركة الأنوار حاليا لعرض طيارات الدرون. سمعتني؟ اليوم أتحدث عن التعاون ما بينكم والتنسيق ما بينكم. نعم. وما بين أريدو وأيضا شركة فودافون وتنسيق التعاون ما بين الشركتين. نعم طبعا أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة هو التنسيق في المشاريع الرئيسية في الدولة، والتنسيق في مشاريع أشغال بشكل عام لضمان عدم ازدواجية الشبكات. فبالتالي اليوم في مشاريع الدولة كلها يكون في تنسيق بين المشغلين وبين الشركة القطرية شبكة النطاق العريض في بناء البنيات التحتية، وتم توفير مبالغ يعني كبيره في مشاريع الدوله، خاصه في مشاريع اشغال وبعض المشاريع وبعض المشاريع الرئيسيه في الدوله. فبالتالي اليوم لو نقول التوفير اللي تم توفيره خلال المشاريع هذه يفوق تكلفه الشبكه اللي تم بنائها. صحيح. فبالتالي تم الحمد لله بفضل رب العالمين تحقيق الهدف المطلوب من تنظيم المشاريع في الدولة والاستفادة من عدم الازدواجية في توفير هذه الاستثمارات. نعم، وشلون يعني تسعون في الشبكة لتهيئة البيئة المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لو نتكلم عنهم أكثر؟ طبعا اليوم أنت لما توفر خدمة الألياف الضوئية وبالتالي تقدم خدمات للمشغلين تؤدي إلى توفير سرعات عالية من الإنترنت وتسهيل التطبيقات للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا، هذا طبعا يدعم في توفير وتسريع النمو الاقتصادي في الدولة، وبالتالي دعم الشركات هذه مما يتيح لها
مجال التنافسية على المستوى الداخلي وعلى المستوى العالمي بشكل عام. اليوم لو نشوف احنا في شركات صغيرة طلعت عندنا بفضل التكنولوجيا بفضل خلينا نقول اللي اتاح قطاع الاتصالات بشكل عام، نشوفها طلعت الإقليمية راح تطلع على العالمية، وهذا المطلوب. يعني نوفر يوفر قطاع الاتصالات اليوم المطلوب لدعم هذا الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. مدى التغطية اليوم من ناحية توفير يعني ومساهمتها في توفير احتياجات يعني متطلبات كأس العالم، ومدى التغطية المنتشرة في الدوحة؟ والله الحمد لله فضل رب العالمين، اليوم احنا غطينا 95% من المناطق في الدولة و100% من المناطق المأهولة في الدولة أو اللي فيها المباني الرئيسية. أما بالنسبة حق كأس العالم فالحمد لله تم تغطية جميع الملاعب وتم تغطية جميع الكلاسترز ومراكز التدريب المطلوبة أيضا لهذه البطولة. واليوم الحمد لله احنا يعني مثل ما يقولون هيد سكيدجول، يعني جاهزين قبل الجدول المطلوب من ناحية البنيات التحتية المطلوبة لهذه كأس العالم والاستضافة إن شاء الله. يعني بما أن احنا تكلمنا عن كأس العالم أكيد في نمو اقتصادي ودعم وتعزيز للنمو الاقتصادي اللي راح يصير في كأس العالم، يعني شنو أهمية الشبكة في تعزيز هذا النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار وأيضا يعني تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على أساس أنه تكون قطر رائدة في هذا المجال؟ والله الحمد لله يعني فضل رب العالمين والخطة التنموية بالإضافة إلى اليوم التنسيق اللي صار بين رؤية قطر وبين المشاريع 2022، بالإضافة إلى ذلك اليوم إحنا اللي ما نبنيه مبنية تحتية سواء كانت لكأس العالم، في النهاية هي مثل ما أنت عارف هي إرث راح يكون للأجيال القادمة وللاستفادة من ما أتيح لكأس العالم لما بعد كأس العالم. فبالتالي اليوم عندنا الخطط والخطط وعندنا الأهداف لرؤية قطر اليوم في بينها وبين مشاريع كأس العالم في تنسيق وفي أهداف طبعا خلينا نقول مشتركة راح تفيد كأس العالم، راح تفيد إن شاء الله الأجيال القادمة بعد ذلك إن شاء الله. اليوم الشركة وضعت أول شبكة آمنة على المستوى الوطني بإمكانها أن تغطي كل دولة قطر، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة النواحي الأمنية وضمان أيضا الاستمرارية ولتكون أساس لأي مدينة ذكية في المستقبل. حدثنا عن هذه الشبكة. طبعا اللي يميز الشبكة الحكومية هذه هي الأمان العالي، والنموذج اللي تم بنائه هو عبارة عن نموذج أمني للشبكات يتيح استمرارية عالية، يتيح أمان عالي. من خلالها اليوم نقدم جميع الخدمات للوزارات، جميع الخدمات اليوم الحكومية تقدم على هذه الشبكة بأمان عالي بجودة عالية، مما أتاح أيضا للمشغلين باستخدام هذه الشبكة بأعلى معايير الأمان والاستمرارية والاستدامة. نعم، يعني سيد سلمان، سيد أحمد، احنا قبل شوي تكلمنا عن دعمكم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلنا نتكلم شوي عن جهود الشركة لتشجيع الشباب، لتشجيع رواد الأعمال لإنشاء شركات محلية تخدم هذا القطاع وطبعا تفتح آفاق جديدة في الفرص والخيارات. طبعا اليوم مع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام حياه الشركات الصغيره والمتوسطه صارت اسهل. نعم صح. في بناء هذه الشركات واستخدام التطبيقات عن طريق الكلاود وعن طريق السحابات المشتركه هذه. فبالتالي اليوم احنا نوفر لجميع الشركات هذه البنيات المطلوبه وباسعار مدعومه من الدوله، وايضا هذه طبعا تكون عن طريق المشغلين. فبالتالي انت اليوم عندك بنيه تحتيه وعندك تطبيقات توفرها وزاره المواصلات، توفرها الحكومه اليوم تسهل فيها انشاء الشركات الصغيره وتتيح لهم الاستمراريه بتكلفه اقل وسهوله منافسه في السوق. يعني اليوم تريد ان تقول دكتور بانه لا يوجد الا مزود واحد لخدمات النطاق العريض في دوله قطر، هل يباع الى الشركات
طبعا البنيه التحتيه هذه الفايبر اوبتكس ولا الالياف الضوئيه طبعا متاحه، طبعا جميع المشغلين ممكن يبنون شبكات خاصه فيهم، لكن في بعض المناطق غير مجزيه ان اقتصاديا ان الشركات ان القطاع الخاص او المشغلين يبنون يغطون المناطق هذه مثل المناطق البعيده والمناطق خارج المدينه او حتى خارج او المناطق اللي فيها تعداد سكان اقل. فبالتالي اليوم الشبكه هذه او الشبكه الحكوميه تغطي جميع المناطق، تتيح للمشغلين التغطيه لهذه الالياف الضوئيه باسعار وبتكلفه اقل مما يكلفهم ممكن ايضا. بالاضافه الى ذلك اليوم انت لما تتيح مثل هذه الشبكه في جميع انحاء قطر وتتيحها باسعار مدعومه للمشغلين، ايضا انت توفر خدمات باقل تكلفه، وايضا المستخدم ايضا يقدر يدفع اشتراكات اقل من اللي يدفعها. يعني انت الحين ذكرت ان تتيح ان تتوفر هذه الخدمه في عدد كثيره من المناطق في قطر، لو نتكلم عن عدد المراكز، قدره المراكز طبعا على توزيع الشبكه على المباني لضمان استمراريه الخدمه والاتصالات، وشنو هي الحلول البديله في حاله الطوارئ؟ يعني هل عندكم حلول بديله ومفرين حلول بديله في حالات الطوارئ؟ طبعا اليوم احنا في عندنا اكثر من 18 مركز للاتصال موزع في الدولة يتم من خلاله توزيع الشبكة هذه للمناطق بشكل عام. وطبعا استمرارية الشبكة هذه فيها بحيث أن تم توفير الألياف الضوئية بأكثر من جهة جغرافية لهذه المناطق، تمنع أي انقطاع وتأمن استمرارية لهذه الشبكة عالية، وهذا ما يميز الشبكة بحيث أن تم بنائها لضمان الاستمرارية بغض النظر عن التكلفة المبدئية، لأن في النهاية العائد راح يكون على الاقتصاد، العائد راح يكون على المشغلين، العائد راح يكون على الشركات، العائد راح يكون لتأمين خلينا نقول الشبكات اللي اليوم الدولة تعتمد عليها والشركات تعتمد عليها بشكل عام. تحدثنا عن المراكز التابعة للشركة وخدمتها للهدف المنشود وهو إيصال كما ذكرت يعني الخدمات بشكل لجميع مناطق الدوحة، جميع المنازل. طبعا احنا اليوم ما نقدم خدمة مباشرة للمشترك، طبعا الخدمات هذه مباشرة للمشترك تكون عن طريق المشغلين. نعم. فاحنا فقط نقدم البنيه التحتيه الاساسيه اللي عاده يكون فيها تكلفه عاليه ويكون فيها عبء على المشغلين في الاستثمار في البنيات التحتيه اللي العائد منها يكون على السنوات الطويله. هل حقق هذا وفر مالي؟ طبعا كان في وفر كبير في تنفيذ المشاريع، يعني قبل ذلك كان يكون في مشاريع رئيسيه في الدوله يكون عندنا اكثر من 3 إلى 4 طلبات من جهات مختلفه للالياف الضوئيه هذه. اليوم صار الطلب يكون تحت شركه واحده، وهذه الشركه بتامن البنيه التحتيه هذه، وبالتالي تشرف جميع الاطراف المحتاجه سواء كان الشبكات الخاصه او الشبكات الامنيه او الشبكات الحكوميه او الشبكات التجاريه، تشركهم في نفس التكلفه، لان التكلفه للشبكات هذه تكون في الاعمال المدنيه. صحيح. فبالتالي اليوم اذا وحدنا الاعمال المدنيه وفرنا كبير ما يقارب 70% من تكلفه بناء هذه الشبكه. نعم، وشنو هو دور الشركه في تفادي ازدواجيه الشبكات الحكوميه؟ طبعا اول شغله احنا قمنا فيها في بدايه انشاء الشركه هو التنسيق في المشاريع الرئيسيه والمناطق المطوره في الدوله. فبالتالي ضمننا عدم الازدواجيه في المناطق المطوره، عدم الازدواجيه في مشاريع الدوله، وتم خفض تكلفة البنيات التحتية للاتصالات في المشاريع الرئيسية في الدولة ما يقارب يعني أكثر من 40% من التكلفة اللي كانت قبل إنشاء هذه الشركة. نعم. واليوم احنا اللي يعني توفيرنا في المشاريع الرئيسية تعدى المليار كتوفير فقط، غير عن الإتاحة اللي أتيحت للمشغلين فيها. اليوم أين هي قطر في المؤشرات الدولية في شبكة النطاق العريض؟ اليوم لما نتكلم عن الأسرع اليوم فيها البنيات التحتية أو في الألياف الضوئية كتمديد، الحمد لله قطر تعتبر من أفضل 3 شركات في العالم في سرعة تمديد الألياف الضوئية.
طبعا هذا يرجع ان احنا بدينا بشكل مبكر في انشاء هذه الشبكات، بعد ذلك غير ذلك ان التنسيق في انشاء فيها المشاريع بشكل عام ساعد كثير في تنفيذ سرعه تنفيذ هذه الشبكه. لما تقول احنا بدينا في 2010 في البدايه في اول تمديد لهذه الالياف الضوئيه، بعدها باربع سنوات تم الانتهاء من تغطيه اغلب المناطق، فهذه السرعه طبعا كبيره، وهذا يرجع للتنسيق بين المشاريع وتعاون جميع الجهات في ذلك. يعني احنا بنتكلم عن ممكن اهم حدث في الفتره القادمه هو كاس العالم 2022. جاهزيتكم لاستضافه هذه البطوله، جاهزيتكم لاستضافه العدد الكبير من الجماهير اللي راح يكونوا موجودين في كاس العالم 2022، واكيد راح يحتاجون لاستخدام بعض الشبكات للتواصل بينهم، فشلون متجهزين لهذا الحدث الكبير؟ والله الحمد لله، يمكن في آخر لقاء كان مع الفيفا وتم عرض جاهزيتنا من ناحية الألياف الضوئية. طبعاً كان في انبهار كبير بالجاهزية، أن احنا كنا يعني شبكتنا جاهزة قبل الموعد. غير هذا الشيء طبيعة الشبكة من ناحية الأمنية، يعني تم يعني توضيح طريقة التصميم، وكان طبعا في انبهار كبير من الفيفا على ان اول مره بطوله تقام فيها هذه الدرجه العاليه من الامان في الشبكات والجاهزيه. وهذه طبعا انت عندك تطبيقات مختلفه اليوم في استضافه كاس العالم راح تكون موجوده، سواء للتذاكر، للمواصلات، للصحه، بتكون لجميع القطاعات اللي راح نقدمها. اليوم لما تكون عندك انت تطبيقات عالية السرعة، يكون عندك جاهزية لتوفير هذه التطبيقات، هذه راح تضيف إضافة أيضا، راح تكون إضافة كبيرة لواجهة قطر والاستضافة هذه، وراح يلبسون إن شاء الله خلينا نقول الجمهور واللي في البطولة إن شاء الله مدى يعني تطور الخدمات هذه الذكية في الدولة. احنا مستمرين معك سيد احمد في هذا الحوار الشيق، وراح نتعرف اكثر على الخدمات، بس ننتقل ونروح الى درب الساعي. مروان نروح درب الساعي ونشوف زميلنا احمد المالكي. احمد نرجع لك مره ثانيه ونشوف الاجواء الجميله اللي عندك. احمد الكلمه عندك. يا مرحبا عبد الله وزميلي مروان، الاجواء عندي جدا جميله مع الاطفال الصغار ومشاركاتهم الرائعه، متواجد في هذه الاجواء البارده في درب الساعي، واللي جاي يقدر طبعا يلحق على هذه الفعاليات الجميله. خلونا ناخذ بعض المشاركات وبعض اللقاءات وبعض الاسماء الحلوه من الاطفال الجميلين. جاسم والله الاجواء يلا قول لنا مشاركتك. والله الحمد لله درب الساعي حياكم فيه، والحمد لله درب الساعي اوكي. يلا من اللي قال عنده شعر من الساعة؟ وينه؟ عندك قصيدة؟ يلا بعد شوي قول قصيدتك. شو اسمك؟ تعال 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 هني بهاء. يلا اسمي بهاء الدين ايمن. يلا شنو القصيدة اللي عندك؟ ان كانت الحياة ضدي وانت ضدي فانا اعشق التحدي. شكرا. نورة شو تحبين تقولين حق قطر؟ يلا شو تحبين؟ خيمة ال ها؟ انزين المها، تعال المها هني. المها بنت خالد المهندي. يلا المها ايش تحبي تقولين عن قطر؟ انا كل عام قطر بخير، كل عام الشيخ تميم بخير والشيخ حمد. وانت بخير. من بعد عندي هني من الشباب المنصوري؟ يلا قول شو تحبي تقول عن قطر؟ الحمد لله بلدية قطر الحمد لله زينة، وكل شيء متواجد بدرب الساعي حياكم الله. الله يحييك. اخذ الصغار، اخذ الشباب الصغار. شو اسمك انت؟ راشد. وانت شو اسمك؟ عبد الله. يا عبد الله وانت شو اسمك؟ يلا شوفي الكاميرا. يلا ماما. يلا من بعد عنده مشاركه؟ يلا قول قصيدتك. يقول مرحبا يا تميم المجد قايدنا، شعبك اللي يحبك ما يبغى غيرك. صح لسانك. بعد من عنده مشاركه؟ يلا قولي نوره. خيمه البلديه فيها وايد مشاركات وفعاليات ما شاء الله. يلا قولي. إن وزارة البيئة إن وزارة البلدية والبيئة فعاليات عندهم حلوة وجميلة. بعد درب الساعي فيها وايد فعاليات. يلا إيش رأيكم نقول قسما؟ يلا النشيد الوطني. يلا 1 2 3 قسما 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 بمر السماء قسما من نشاط الضياء قطر تبقى حرة تسمو برور
مشكورين وايد. الختام عند جاسم. يلا جاسم شنو الختام؟ يلا شوف الكاميرا. يلا طالع الكاميرا. يلا حبايبي المشاهدين والله خلكم مع هذه الأجواء. إذن مشاهدين الكرام، مثل ما شفنا فرحة الأطفال في درب الساعي، خلونا نشوف هذه اللقطات والعودة بعدين عند الزملاء. مشاهدينا الكرام من جديد في المسير على الهواء مباشرة من كتارا لرصد فعاليات اليوم الوطني. نعود إلى الدكتور المهندس أحمد سلمان الصليطي وحديثنا عن الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض. وسؤالي دكتور فيما يخص المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والشركة تعتبر داعم رئيسي للاقتصاد القطري، حدثنا عن مساهمة الشركة اقتصاديا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. طبعا اليوم الشركة تساهم في هذا في دعم هذا الناتج المحلي بشكل عام، وبالإضافة إلى الشبكة الموجودة اليوم احنا اللي قاعدين نبنيها، هذه طبعا تدعم الجي دي بي من 3% إلى 5%. وما ننسى طبعا مساهمة أيضا أريدو في بناء الشبكات هذه الخاصة أو التجارية، وأيضا فودافون أيضا عندهم جزء من هذه الشبكة. فبشكل عام كمنظومة اتصالات ومشغلين، بالإضافة إلى الشبكة الحكومية هذه تدعم الجي دي بي بشكل عام وتساهم في التنمية من 3% إلى 5% على العائد بشكل عام. نعم سيد أحمد يعطيك العافية طبعا على وجودك معنا وتعرفنا أكثر على هذه الشركة. عطنا يعني احنا نبي كلمة أخيرة منك توجهها للمشاهدين. والله بشكل عام لو نشوف احنا وراح يكون فيه ان شاء الله حلول ذكية راح تساعد ايضا في التنمية الاقتصادية بشكل عام، راح تساعد في دعم التعليم، راح تساعد ايضا في الصحة، واليوم بالخدمات اللي تقدم من المشغلين لدعم المبادرة هذه ودعم برنامج قطر الذكية، واللي اليوم فيه طبعا دخلت اريده كمحور رئيسي في بناء هذه المنصة، واللي تم توقيعها خلال الفترة تقريبا من شهر للآن، هذه إن شاء الله راح ترفع إن شاء الله من قطر الذكية ومن الحلول بشكل عام، راح تسهل الخدمات الموجودة اليوم في الدولة، راح يلمس إن شاء الله كل مواطن هذه الخدمات الذكية، واللي راح بشكل عام أيضا تدعم الخدمات بشكل عام. نعم نشكر طبعا الدكتور المهندس أحمد سلمان الصليطي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة النطاق العريض، شكرا لك وما قصرت على هذه المعلومات القيمة وعرفتنا أكثر على هذه الشركة.
شكرا. يعطيك العافية مروان. ايش رايك نروح ونشوف اللقطات ونسمع الاغاني الوطنية؟ اكيد طبعا. اذا مشاهدينا الكرام خلونا وياكم نشوف هذه اللقطات الجميلة لدولتنا الحية بقطر ونسمع هذه الاغاني الوطنية الجميلة ونرجع بعدها نستكمل وياكم برنامج المسير. هي ثلاث أشياء بعد رب الجلال.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وسمعنا هذه الأغنية الوطنية الجميلة، هي ثلاث أشياء بعد رب العبادي: الوطن والأمير والنفس الندية. يعني كلمات جميلة نسمعها في الأغاني الوطنية. ومشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم في فقراتنا الجميلة في برنامج المسير. طبعا يعني الصناعات التحويلية من أهم الصناعات على مستوى العالم، كما تعد من العوامل الداعمة لنهوض الاقتصاد الوطني، لذا فإن تنميتها ضرورة لا بد منها. طبعا ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى التنوع الاقتصادي تحقيقا لرؤية قطر 2030، يسرنا أن نسلط الضوء على مستقبل هذه الصناعات وسط هذه الأجواء الوطنية مع ضيفنا السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية وعضو مجلس إدارة غرفة قطر. حياك الله معنا سيد عبد الرحمن. أبدأ معك بأنه يقال اليوم لدى الأوساط الاقتصادية وفي غرفة قطر وفي يعني عند الصناعيين في قطر بأنه العام 2019 كان يعني بالدرجة الأولى هو عام القطاع الخاص، وسيستمر حتى في العام 2020 دعم الحكومي ضمن الموازنة وضمن أيضا اللجنة الخاصة لتحفيز القطاع الخاص، المصانع، الاكتفاء، كله مفتوح، أبواب مشرعة للقطاع الخاص للنمو والتطور وسد احتياجات الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أود أن أرفع إلى مقام سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أسمعيات العرفان الصراحة والتهاني باليوم الوطني. إحنا في عرس الحمد لله، وإلى مقام الوالد الشيخ حمد بن خليفة كذلك، وإلى الشيخ عبد الله نائب الأمير بن حمد ورئيس الوزراء، وإلى الصراحة يعني الشكر يجب أن يكون موصول إلى جميع الجهات الحكومية المستنفرة بصراحة. قطر كلها مستنفرة، وهذا نتاج اللي تفضلت فيه. الوزارات، الحكومات، الهيئات، الشكر موصول للجميع، وأهنئهم الصراحة الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، وهم المهمين الذين بين فعلا معدنهم في وقوفهم في أزمة الدولة، والحمد لله. ما في شك أنه ما تفضلت به هو مهم جدا، وذكرت أنا موضوع الاستنفار وهو الأصل في هذا الموضوع. بصراحة السنين الثلاث الأخيرة أو سنين الأزمة، خلني وأنا ما أحب أذكر الأزمة بصراحة، آتت أكلها بصراحة. الاستنفار اللي حصل في الدولة في كل مناحي الحياة، في كل وزارات الدولة، في كل هيئاتها، في أصغر موظف في الدولة وأكبر شخص في الدولة، في القطاع الخاص استنفر، جميع الجهات كلها استنفرت، وبصراحة آتت أكلها هذه الأمور لما وانعكست على اقتصاد البلد ما تفضلت فيه فعلا، وبسرعة يعني كبيرة. قمنا بإعادة استراتيجيتنا، إعادة الاستراتيجيات ليس من السهل وليست من السهولة بمكان. احنا قمنا بإعادة استراتيجياتنا في كل شيء، في صناعتنا، في قطاعنا الغذائي. انت اليوم تلو من قطر، إنتاج قطر، متى أنت يمديك تصنع في ظروف معينة؟ هذا لم يكن هناك استنفار واكبه دعم واكبه بصراحة جهد من جميع الجهات، وتكاتفت الجهود من الجميع آتت أكلها بذلك. إحنا كذلك انعكس علينا في الشركة القطرية للصناعة التحويلية، وكان على فكرة إحنا كانت الرؤية إحنا نتماشى مع رؤية دولة قطر، وكان هذا ماشي بصراحة. لكن القطاع الخاص كله، القطاع الخاص بمجمله بصراحة، سواء كان التجاري، الصناعي، الغذائي، اليوم إحنا ناكل من إنتاج قطر، وهذا كان إحنا لسنا بدولة زراعية بصراحة يجب أن نعترف، لكن فعلا استنفر الجميع وانتجوا. اليوم روح السوبر ماركت تحصل وتشتري، وان شاء الله الاسماك راح تاكلها والربيان موجود، ومن انتاج دوله قطر. الالبان اليوم احنا نصدر البان دوله قطر، وشركه مساهمه الحمد لله واسهمها موجوده في السوق. كل هذه الامور فعلا وفرت لها البيئه الصحيحه، البنيه الاساسيه الصحيحه. وانا بصراحه ودي اني لو اطلت يعني اعطيتوني المجال وراح اكمل بصراحه. استثمرت دوله قطر في البنيه الاساسيه، ولذلك الان بدات تفتح الموضوع. ميناء حمد، لولا وجود ميناء مثل ميناء حمد بهالفاسيلتي وبسرعه
تكلمنا عن المخزون الاستراتيجي في ميناء حمد. الآن في عندنا مخزون استراتيجي في ميناء حمد للمواد الغذائية، واستثمر فيه حوالي 2 مليار يمكن 1.8 مليار. وهذا الحمد لله على وشك الانتهاء، هذا راح يعطينا المخزون الاستراتيجي للمواد الرئيسية في دولة قطر. كان المساعد الرئيسي، احنا الأرض مسكر، البوردر مسكر، عندنا جو وبحر، لكن الحمد لله عملنا achievement ما عملناها في السابق بصراحة، في فترة وجيزة جدا. نعم. والمشاريع متتالية بصراحة. نعم. احنا بنتكلم عن المشاريع أكثر وراح اتعمق فيها، بس أنا ودي نتكلم عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية. يعني هي من واحدة من الشركات الرائدة طبعا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر. لو نتكلم عن هذه الشركة، نتكلم عن أهم الإنجازات اللي حققتها منذ تأسيسها في عام 1990 وحتى اليوم. مثل ما أسلفت أنا بصراحة، إحنا غيرنا استراتيجيتنا إلى الصناعات المتوسطة، لأن فعلا الاقتصاد اختلف، والصناعات الصغيرة في كثير من القطاع الخاص يدخل فيها، وإحنا هذه فلوس المساهمين لا ننافسهم فيها. أما بالنسبة للقطاع المتوسط بصراحة، إحنا منذ بداية إنشاء الشركة كان في إيم واضح، هدف واضح للشركة، نحن نقوم بجميع المشاريع الغائبة اللي غير موجودة، اللي تحتاجها البلد وغير موجودة في قطر. وهنا أتت أكلها، لما حدثت الأزمة إحنا معظم مصانعنا الوحيد في دولة قطر، سواء الجبس، اليوريا، فورمالدهايد، الحامض الكبريتيك، الألمنيوم، كلها هذه الصناعة الوحيدة في دولة قطر. لو لم تكن هذه الصناعات موجودة، إحنا عندنا في الشركة القطرية للصناعة التحويلية عندنا 20 مصنع، لو لم تكن هذه الصناعات موجودة كان اضطرينا احنا نستورد هذه المواد. طبعا الرؤية منذ البداية، أساس إنشاء الشركة القطرية للصناعة التحويلية منذ البداية، وبصراحة سيدي سمو الأمير الوالد هو من دعم هذه الفكرة لما كانت فكرة، وقال على طول روحوا ونفذوا. كانت هناك في فرص كثيرة في دولة قطر واقتصاد دولة قطر، وفي فرص استثمارية في القطاع المتوسط والصغير، واحنا في بطبيعتنا في دولة قطر اما تجار ولا في العقار، وما كان حتى وقتها لما انشئت الشركة ما كان في حتى سوق مالي، وبعدها صار سوق الاوراق المالية بعد ذلك. فكان ودنا ان نغير السوسيتي، الناس لتقبل على الصناعة. فكان احد الاشياء الرئيسية لإقامة الشركة القطرية للصناعة التحويلية هو تغيير نهج الإنسان للاستثمار في الصناعات. فلذلك احنا في كثير من صناعاتنا كذلك نشارك القطاع الخاص، مع ان احنا لسنا بحاجة مثلا، لكن لا نريد مساهمة القطاع الخاص لكي يستثمر في الصناعة، وهذا من اهم الامور الصراحة. احنا سبقني ذكرت احنا لسنا بدولة زراعية، احنا اويل اند غاز وصناعة، فاحنا يجب ان نعترف الصناعات اللي فيها قيمه مضافه يجب ان نركز عليها، ولا نقول ان الاسواق مليانه. احنا الان ان شاء الله سوف اذكر امثله في اسواق كثيره تطرقناها، والان احنا نصدر لها. طبعا حديث القطاع الخاص حديث طويل، مستمرين معك ان شاء الله في رصد كل المنجزات على صعيد القطاع الخاص، لأنه كان كما ذكرت لك في البداية وكما تعلم هو أكبر المستفيدين في خلال العامين الماضيين. سأيضا نعرج على التحديات التي تقف أمام الصناعيين في قطر، خاصة الصناعات المتوسطة والدعم الحكومي لهؤلاء، وإن شاء الله الحديث كما ذكرنا طويل. مشاهدي الكرام، حديثنا شيق مروان عن القطاع الخاص، راح نتكلم أكثر وراح نتعرف أكثر على هذا القطاع احنا مشاهدينا الكرام راح نستمر وياكم في الحوار، وراح نستمر في التعرف اكثر على هذه الشركه، ولكن نطلع وياكم هذا الفاصل القصير ونتواصل بعدها في برنامج المسير.
مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في دوحة المجد وفي برنامج المسير مع ضيفنا السيد عبد الرحمن عبد الله نصير رئيس تنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية. مروان. نعم. اليوم هو يعرف لي ويعرفك عدل عشان تي من عامين ونصف يعني خشي الكثيرون على الاقتصاد القطري والنتيجة كانت يعني طيب خلينا نروح لرفع العلم القطري تفضل نعم نروح نشوف معاكم مشاهدي الكرام إذن مباشرة من درب الساعي رفع العلم القطري تحت الدوحة المخلصين كما تابعنا وإياكم مشاهدي الكرام رفع العلم القطري في درب الساعي إلى أي مدى يعني اليوم الوطني وسنعود إلى ملف القطاع الخاص لكن قبل ذلك رفع العلم القطري الرايات التي رفرفت بالأمس وخلال أسبوع كامل مضى لا دعم في واجهات الأبراج على أسطح البيوت القطرية على أسطح السيارات كيف تحس في اليوم الوطني عملية تعزيز فعلا المواطنة والعلم الذي يرمز إلى الدولة والبلاد مروان المعالي كايدة وهذا فعلا شعارنا وفعلا اليوم الوطني ليس شعار ليوم واحد بصراحة وأنا دائما أقول هذا الكلام وأكرره ودائما أكرره في جميع المناسبات اليوم الوطني التزام اليوم الوطني إنتاج اليوم الوطني إخلاص اليوم الوطني إنتاج أجيال وأبناء صالحين جنود لهذا الوطن الجنود ولا أنقص من قدر طبعا العسكريين لكن الجنود في كل مجال ونحن نقابل تحدي كبير احنا دولة صغيرة في تقابل تحدي كبير في جميع النواحي فلذلك يجب ان يكون عندنا جنود في كل المجالات في اقتصادنا في اعمالنا كلها فاليوم الوطني هو شعار يجب أن يردد 365 يوم في السنة دائما صحيح. يجب أن يكون عندنا في ذاكرتنا يجب أني أنا أربي ابني وأعرف أنه هذا الولد راح يكون في التخصص هذا لجندي لهذا الوطن في المجال هذا نعم. هذا أهم اليوم أنا أباشر عملي في شركتي الخاصة في قطاعي الخاص في شركتي في وزارتي في هيئتي في الهيئة اللي أعمل فيها أنا يجب أن أضع نصب عيني هذا الوطن نعم. وأنا ما أعطي لهذا الوطن هذا المهم والمعالي كايدة أكيد والمعالي كايدة صدقني المعالي كايدة ولولا المعالي كايدة لما ما قطر ومن يعيش على قطر أرض قطر وسمو الأمير وجميع الجماعة ما عملنا هذا الإنجاز اللي نتباهى فيه وأنا أكرر ودي أني أؤكد على موضوع يجب أن نحمد الله لازم نشكر ربنا على هالنعمة احنا في كل هالظروف وكل هالتحديات الا ان احنا الحمد لله متفوقين اذكر لي مجال اي مجال انت في بالك اليوم الا احنا الحمد لله متفوقين فيه ويشار لنا الينا بالبنان القطريين وسمعتهم وانتاجيتهم مشاريعنا اللي احنا نفذناها في هذه الفترة في كل التحديات احنا ما عندنا طرق ما عندنا كنا فاتحين بابنا لاستراتيجية مختلفة صحيح. الحمد لله نفذنا وقمنا بجميع هذه المشاريع هذا كله
المعالي فائدة. أكيد يعني والله المعالي فائدة. ولازم يكون في مثل ما ذكرت يعني خطة بديلة. السرعة في أن كانت في خطة بديلة هذا شيء جميل. ومثل ما ذكرت المعالي كايدة. أكيد. خلنا نتكلم عن الاتفاقيات اللي أنتوا وقعتوها في الشركة. نتكلم عن اتفاقية تمويل مشروع إنتاج العبوات الزجاجية مع بنك الدوحة. كلمنا أكثر عن هذه الاتفاقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ودي أشير إحنا الزجاجات الماي خلاص إن شاء الله البلاستيك بنوقفه خلاص بنستعمل الزجاج. هذه أحد المشاريع المهمة لدولة قطر. تفتقدها دولة قطر غير موجودة. هذه أحد المشاريع المهمة استراتيجيا وفي المستقبل. رمل قطر خذته ووديته لألمانيا وإيطاليا وجبت منه زجاج. فرمل قطر كان في تحدي كبير ان احنا هل احنا نستطيع ان نطلع زجاج من هذه. الان رمل قطر الحمد لله راح نعمل منه الزجاج وراح نعمل عبواتنا الزجاجيه من رمل قطر. هذا المشروع تقريبا 250 مليون مش استثماره مش بسيط. هناك تحدي الاسواق احنا عندنا في اسواق احنا نستهدفها بصراحه ومعانا اند يوزر مستخدمين نهائيين معانا موجودين. الا ان احنا في دوله قطر راح يكون الاساس عندنا في دوله قطر للمياه لجميع منتجاتنا للالبان للمنتجات الغذائيه. راح نركز على هذه سوف جميع العبوات البلاستيكيه ان شاء الله راح تكون بالزجاج لانه طبعا كل العالم الان انتقل من البلاستيك الى الزجاج لما البلاستيك من ضرر الى اخره. المشروع هذا الحمد لله الارض موجوده. احنا التكنولوجي خلاص الحمد لله وقعنا ومستمرين قاعدين بدانا الاعمال في على الارض. البنك الدوحة هو كان الممول الرئيسي وفاز البنك هذا ضمن بنوك أخرى أعطيناها المعلومات كلها وحصلنا على أفضل عرض ووقعنا معاهم الحمد لله. تكنولوجيا إيطالية وألمانية مجربة. زرنا احنا قضينا تقريبا أكثر من سنة تقريبا ندرس المشروع. فإن شاء الله نتوقع إن شاء الله يعني وذن خلني أقول أقل من 24 شهر 18 شهر تكون زجاج في اجتماع ان شاء الله. اذا دعيتوني مره ثانيه اجيبها معي ان شاء الله. ان شاء الله دوله مفتوحه بس انت ما تجي. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله احنا يعني معاكم مشاهدينا الكرام ايضا في كتاره وراح نستكمل حوارنا مع السيد عبد الرحمن. بس يعني من كتاره ننتقل الى استديو اخر في شاطئ كتاره مع زميلتنا شوق النقدي. شوق تفضلي الكلمه عندك وشلون الاجواء عندك. يعطيك العافية عبد الله مروان وكيل ضيفكم الكريم والسادة المشاهدين حياكم الله من جديد. الأجواء عبد الله أجواء جدا رائعة أجواء جدا جميلة. الزحمة كل مالها وتصير أكثر. طبعا نفس ما قلنا لكم سادة المشاهدين بعد شوي راح يبتدي أوبريت هذه قطر الساعة 7 وراح يكون أيضا هناك عرض آخر على الساعة 9 مساء. ففعاليات كثيرة موجودة في كتارة. أجواء أيضا رائعة ومتميزة وأيضا مواضيعنا كذلك دائما حريصين جدا على تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي قاعد نشهدها وتشهدها دولتنا الحبيبة قطر. نفس مثل ما قال الضيف الكريم أن لابد الاحتفال باليوم الوطني 365 يوم مش فقط يوم واحد لأن احنا كل يوم قاعد نشوف هناك الكثير من الإنجازات اللي قاعد نشهدها. ودائما لما نقول قطر تستحق الأفضل من أبنائها اليوم احنا فعلا قاعد نشوف هذه الانجازات على ارض الواقع. قاعد نشوف اشياء كثيره اكيد نسعد ونفتخر فيها مثل عندنا مكتبه قطر الوطنيه اللي تعد واحده من اكبر المكاتب في الشرق الاوسط تضم اكثر من مليون كتاب اكيد توفر للمجتمع. لها اهداف لها غايات اشياء كثيره دائما تحطها في عين الاعتبار منها الوصول للجميع سواء كان كبير او صغير لجميع اطياف المجتمع. راح نتحدث اكثر عن انجازاتهم راح نتحدث اكثر عن الامور المهمه اللي تضمها مكتبة قطر الوطنية. فأكيد يسعدنا نستضيف معنا السيدة إخلاص أحمد موظفة جولات تعريفية ومعارض بإدارة المجموعات المميزة في مكتبة قطر. أسعد الله مساك وحياك الله معنا. حياك الله أختي شوق. شكرا على هذه الاستضافة وأحب في هذا اليوم الوطني بامتياز أني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى الأمير الوالد وإلى شعب قطر وإلى قطر حكومة وشعبا وكل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. أكيد طبعا يسعدنا اليوم وجودكم معنا. يسعدنا أيضا نحن نعرف السادة المشاهدين أكثر عن المكتبة عن هذه خلينا نقول الجمال أمانة اللي خارجي وداخلي أكيد بما يتعلق ب ثقافة بما يتعلق بتراث كلها ينجمع تحت مظلة واحدة. بالبداية لو نعرف السادة المشاهدين عن
المكتبة تحديداً وتاريخ هذه المكتبة؟ نعم، مثل ما ذكرتي المكتبة اقترن اسمها بالجمال، فهي أيقونة معمارية، هي أيقونة معمارية من حيث التصميم وأيضاً أيقونة فكرية، هي كانت دائماً وجهة أولى للثقافة والمعرفة، تستقطب كل أطياف المجتمع من العائلة، من الأصدقاء، من الأطفال أيضاً، كانت دائماً تحرص على أن توفر كل خدماتها بحيث تستقطب المفكرين والكتاب، أيضاً الطلاب طلبة المدارس، وأيضاً تحتوي على مكتبة متخصصة للأطفال، فهي دائماً حريصة على إعداد جيل النشء والأطفال بأن يكونوا مفكرين من حيث الفعاليات المتنوعة، من حيث ورشات التدريبية اللي تستقطب الأطفال بشكل يحبب لهم القراءة في عصر اليوم يتسم بالتحدي من حيث القراءة والمعرفة. من جانب آخر أيضاً دائماً تسعى لأن تكون حاضنة ثقافية عبر عدد من الورشات المتنوعة. نعم، وأنا يمكن ذكرت في بداية حديثي وأرجع أذكر المشاهدين بهذه النقطة أن مكتبة قطر الوطنية لم تقتصر على الوصول لفئة معينة بل لكل أطياف المجتمع، لذلك حتى تم توفير لذوي الإعاقة خلينا نقول غرف خاصة فيهم، تم توفير أيضا الكتب سواء كانت المسموعة سواء كانت أيضا كتب الخط الكبير أو حتى بما يحتاجونه هم تحديدا من احتياجات تم توفيرها في المكتبة. نعم، هذا يتم من خلال توفير يوجد لدينا محطات الإبداع سميناها Innovation Station، بحيث تحتوي على إما مثلا أجهزة التكنولوجيا المساعدة، هذه مستقطبة أكثر شيء لذوي الإعاقة وضعاف البصر والمكفوفين. توجد تكنولوجيا مساعدة توفر لهم سبل القراءة وتتيح لهم الاطلاع على جميع المصادر المختلفة بشكل ميسر جدا ومسهل، بحيث أن المكتبة ما تكون مقتصرة على فئة دون أخرى، وأيضا توفر تستقطب وتنمي كل الإبداع لدى المهتمين بالموسيقى، المهتمين بالأدوات الموسيقية، المهتمين مثلا بالطابعات المتطورة ثلاثية الأبعاد وغيرها من التكنولوجيا المختلفة. أكيد، والإبداع ما له حدود في مكتبة قطر الوطنية، لذلك أيضا دائما نشوف هناك المشاركات سواء كانت على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي، فلو نتحدث عن أهم وأبرز المشاركات خلال الفترات السابقة. نعم، منذ افتتاح المكتبة حرصت على أن تكون لها العديد من المشاركات المحلية والإقليمية وأيضا العالمية. عندنا المكتبة حرصت على تنظيم عدد من المعارض، كانت من أبرزها مثلا معرض مؤتمر ومعرض العمارة الخليجية يتحدث ويسلط الضوء على تاريخ العمارة الخليجية، وأيضا معرض الكعبة المشرفة واللي هو عبارة عن يسرد تاريخ الكعبة المشرفة وهذا الإرث الإسلامي الراسخ لكل المسلمين ولكل العرب، وأيضا نتحدث عن عدد من سلسلة من المعارض، معرض مثلا على سبيل المثال متعلق بقطر عبر معرض قطر عبر المجموعات الخاصة، وعلى الصعيد العالمي كانت قطر دائما حريصة أو مكتبة قطر الوطنية حريصة على أن تكون جزء من معرض الدوحة الدولي، وأيضا على عدد من سلسلات المعارض العالمية إما كانت في برلين أو في الدنمارك أو أيضا في أمريكا. نعم، يمكن احنا ذكرنا نقطة أيضا مهمة بما يتعلق بالحفاظ على الإرث والحفاظ على الموروث، هذه واحدة من أهم الأهداف اللي دائما تسعى عليها مكتبة قطر الوطنية، أيضا أن هذا يعتبر تحقيق لرؤية قطر 2030 أن دائما يكون في هناك المحافظة على الإرث في ظل كل هذا التطور اللي قاعد نشهده واللي قاعد يصير معانا. لكن أيضا ما نسيت جانب التكنولوجيا، وكان جانب التكنولوجيا أيضا مهم، لذلك يمكن احنا نشوف أن معرض الكعبة المشرفة تحديدا كان هو أيضا بداية وانطلاقة لترسيخ نقول هذه المعارض عن طريق موقعكم الخاص. نعم، مثل ما ذكرتي عندنا يعني ارتأت لنا فكرة نحن ليش ما ناخذ نبذة موجزة أو اقتناءات أو تسليط الضوء بسيط على معرض الكعبة المشرفة ونتيحه للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، بحيث الزائر اللي ممكن يكون خارج الدوحة لم تسنح له الفرصة بأن يتعرف ويزور مكتبة قطر الوطنية، يكون له الفرصة بأن يتعرف على مقتنيات المكتبة من مخطوطات، من مواد مطبوعة، من كتب تسلط الضوء على موضوع معين ولكن متاحة عبر الموقع الإلكتروني. وكما ذكرت موضوع أن تكون اليوم جزء من هذا العالم الرقمي من خلال مكتبة قطر الرقمية، فنلاحظ عندنا يعني مكتبة موقع مكتبة قطر الرقمية هو عبارة عن شراكة راسخة ما بين مكتبة قطر الوطنية
الوطنية وما بين مؤسسة قطر وأيضا ما بين المكتبة البريطانية اللي يوفر من خلالها عدد من الوثائق، عدد من المواد التاريخية الأرشيفية اللي تتحدث أكثر شيء عن الأرشيف المحلي الوطني وأيضا عن أرشيف الخليج. والجميل في الأمر أنه متاح بشكل مجاني، هذه جدا فرصة قيمة على كل الباحثين أن يغتنموها بحيث يطلعوا على هذا الإرث العالمي والمحلي. فعلا سواء كانوا باحثين، طلاب، دكاترة، عائلات، الكل يقدر فعلا يستمتع، لأن احنا ذكرنا في البداية أكثر من 1,000,000 كتاب طبعا في مكتبة قطر الوطنية، مجموعات كثيرة أكيد، أشياء كثيرة وأقسام مختلفة أكيد، كلها راح تندرج أكيد تحت المكتبة وأقسامها المختلفة. لكن أيضا احنا يمكن لو نتكلم بشكل عام يمكن ما راح نخلص، لأن إنجازات كثيرة أكيد لمصلحتكم، لكن أيضا لابد أن احنا نذكر جانب جدا مهم. خلال هذه الفترة الاحتفال باليوم الوطني يمكن شهدنا جميع المؤسسات والمراكز حريصة على أن يكون لها جزء وجانب الاحتفال بهذا اليوم، بهذه الأيام تحديدا. مكتبة قطر الوطنية شلون احتفلت؟ مكتبة قطر الوطنية احتفلت بعدد من الفعاليات المتنوعة، كانت إما عبارة عن ندوات تاريخية، قدمت ندوة خطوط تاريخية من قطر، استعرضنا فيها أبرز الشخصيات التاريخية في تاريخ قطر والذين ساهموا في الحركة الثقافية القطرية. تناولنا ندوة بعنوان قطر عبر العصور، استضفنا فيها أبرز المؤرخين الأركيولوجيين في آثار قطر يتناولون فيها عبر مراحل مختلفة من تاريخ قطر من حيث الآثار. أيضا تناولنا فيها، حاولنا أن نخلق صلة ما بين الفنان أحمد المعاضيد، تناولناه واستضفناه باعتباره هو رسام أيقونة تميم المجد، وقدم لنا جزء من سيرته الفنية وتواصل مع الجمهور في هذه الاحتفالية الوطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية إن صح التعبير، نستعرض فيها الإرث من حيث الغناء، الموروث الشعبي والشعر العربي أيضا. جميل لما يكون في تعزيز للإبداع. نعم، والأجمل لما قاعد نشوف أيضا الدعم اللامحدود المقدم من قبلكم أكيد لجميع الفنانين، لجميع الأشخاص اللي فعلا خلينا نقول تركوا بصمة وأثر في مجالات مختلفة. أيضا لو نتحدث عن جانب مهم، إحنا يمكن قلنا أن الجميع يقدر يزور هذه المكتبة، وأيضا بخصوص الاستعارة تكون مجانية، لكن بخصوص الأوقات للناس اللي قاعد يشوفونا حاليا إذا حابين يروحون ويزورون المكتبة، فبخصوص الأوقات من متى لمتى؟ بلا شك أنا أنتهز هذه الفرصة بحيث أني أوجه لكل شخص ما زار المكتبة لحد الآن بأنه يزورها. هي دائما مفتوحة المكتبة خلال أيام الأسبوع من 8:00 صباحا حتى 8:00 مساء، ما عدا يوم الجمعة تفتح من 4:00 عصرا حتى 8:00 مساء. نعم طبعا أكيد هذه الدعوة نوجهها لكم السادة المشاهدين، تقدرون تستمتعون بما تقدمها أكيد المكتبة من خدمات كثيرة، من أيضا ورش. لو نتكلم أيضا عن جانب الورش، هل عندكم الورش تكون مثلا بشكل دائم ومستمر تقدمونها، أو عن طريق مثلا واحد ممكن يعرف عن طريق الأبليكيشن أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يعرف أول بأول الأنشطة الموجودة عندكم؟ نعم، على صعيد المكتبة كل أقسام المكتبة تقريبا شهريا نحن ننظم تقريبا أكثر من 80 فعالية من كل الأقسام، إما مثلا من قسم الجمهور العام، إما من الأقسام المتخصصة، كلها متاحة دائما. قسم الاتصال دائما حريص على أنه يحط كل الفعاليات قبل بداية الشهر، بحيث أن الزائر يقدر يتصفح الموقع الإلكتروني ويتعرف على كل فعاليات الشهر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني، موجودة فيه كل الفعاليات للشهر الجاري. نعم، زين نستغل وجودك معنا. نعم اليوم أكيد ونعرف إذا في أشياء جديدة إن شاء الله راح تكون قادمة بإذن الله، تكون أكيد دعوة أيضا للسادة المشاهدين أنه يحطون في بالهم في برنامجهم أماكن أو تواريخ تحديدا ممكن أنهم يروحون ويزورون المكتب. بالضبط، التعرف على هذه الفعاليات جدا سهل، فقط يحتاج أنهم يروحون موقع المكتبة الرسمي ويروحون لخانة الفعاليات ويشوفون جدول الفعاليات بشكل كامل. إن شاء الله، يعني أكو قلنا لكم تقريبا كل شيء سهل موجود بيدكم، مجرد ما أنكم تدخلون أكيد الموقع راح تحصلون إن شاء الله كل هذه التفاصيل، بالإضافة لذلك من خلال الموقع ممكن تعرفون كل الأمور بما تتعلق أكيد بالخدمات اللي يقدمونها، بالأشياء اللي يقدمونها، وأيضا اللي ما ركز معنا المواعيد راح تحصلونها أيضا إن شاء الله راح تكون موجودة أكيد نفس هذه الأيام، أيام جدا جميلة، أيام جدا متميزة، فلا بد أن أنت تكون لك كلمة خلينا توجهينها للوطن، فشنو راح تكون كلمتك؟ بلا شك اليوم الوطني هو ليس إنجاز بهذا اليوم فقط، وإنما هو مسيرة ورسالة لنا كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، بحيث أنه يؤكد مسيرة الالتزام مع نفسه بهذا الإنتاج لاتجاه الوطن، بما نقدمه تجاه الوطن. وأنا يبدو لي على من انطلاق شخصي صراحة أهم إنتاج وأهم استثمار في الإنسان هو فكرة، فلا بد أن ينطلق من نفسه بأن يكون مفكر، بأن يكون باحث، بأن يسعى لطرح
جميع الأسئلة التي تساهم في بناء هذا الوطن، التي تساهم في بناء ورفعة هذا الوطن ورفض الأجيال المستقبل بتأثير بكلمة بنصيحة، بحيث يتوارث الأجيال هذا الفكر الواعد وينطلقون من جيل إلى آخر، لنساهم جميعا بيد واحدة في نهضة قطر التي دائما كانت ولا زالت معطاءة. فعلا اكيد، ودائما احنا نرجع ونقول التغيير اساسه تغيير من الداخل. اذا الشخص قدر يغير نفسه راح يغير اللي حوله وراح يغير كذلك المجتمع ويرتقي فيه. يعطيك العافيه اخلاص احمد، شاكرين وجودك معنا، شاكرين لكم هذه الجهود اللي تقدمونها امانه خلال السنه كامله. شكرا لك. شكرا لك اختي على هذه الاستضافه وشكرا للجميع. يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا دائما اكيد سعيدين بهذه الانجازات اللي تشهدها دولتنا الحبيبه قطر. فعلا اليوم الوطني هو يوم جدا جميل، يوم جدا مميز، من خلاله ممكن كثر ما نقدر اكيد نحاول نسلط الضوء على هذه الابداعات اللي موجوده عندنا، على هذه الانجازات. وجميل فعلا لما نشوف ان الكل بيد واحده على قلب واحد اكيد من اجل رفعه هذا الوطن، هذا الوطن المعطاء، هذا الوطن الجميل اللي من خلاله اكيد حاليا انا وانتم راح نشوف بعض اللقطات الجميله بالاحتفال بهذه الاجواء المميزه.
معاكم مشاهدينا الكرام في المسير، ومسيرنا متجدد، ومسير دولة قطر يستمر للأفضل ويرتقي للأعلى في كل يوم. نشوف الإنجازات في كل يوم، نشوف التميز في دولتنا الحبيبة قطر. يعني مستكملين الحوار مع السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية. مروان، الاقتصاد عندك تفضل. طبعا اليوم الأرقام، قطر بلد الأرقام، ورقم صعب في النهاية، هي رقم صعب. اليوم انظر إلى الاقتصاد، نمو الاقتصاد الذي كنا نخشى عليه قبل عامين ونصف، كما تحدثنا نسب النمو في الاقتصاد عند 2.5% في 2019، مرشحة لأن تكون 3% حسب توقعات صندوق النقد الدولي، 3% العام المقبل إن شاء الله. انظر إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي هو في تزايد مستمر. انظر إلى المشاريع اللوجستية التي تحدثت عنها قبل قليل، مطار حمد، هذا المطار الذي أسس بكلفة وصلت إلى 17 مليار دولار، مشروع الريل الذي كلف 70 مليار ريال قطري كلفة مشروع الريل. انظر إلى التوسعات التي شهدتها الخطوط الجوية القطرية، لتثليث اليوم عن أسطول 250 طائرة، هذا فقط على صعيد طائرات ركاب. انظر إلى طائرات الشحن الجوي وتوسعة مطار حمد التي تحدثت عنها، وأيضا توسعة مبنى الشحن، الموانئ ليس ميناء، يعني ميناء حمد، ميناء الرويس، وتوسعة الموانئ لاستقبال أكبر السفن. ألا تعتقد فعلا أنه يعني اليوم من حق قطر أن تفتخر بهذه الإنجازات الاقتصادية، والتي لربما في الظروف الطبيعية ربما احتجنا 10 سنوات لإنجازها، أنجزت في عامين ونصف. أحب تقول لي دائما تنتقد. نعم فعلا، أول شيء يا مروان أخ عبد الله، المعالي كايدة، أعيدها وأقول لك المعالي كايدة، ولولا أن المعالي كايدة كان ما تم إنجاز هذه الأمور. اللي تفضلت فيه هو محك فعلا، وأنت تفضلت أخ مروان في نقطة رئيسية. الآن لو كنا في الظروف الطبيعية بصراحة ما راح لن ننجزها في هذه المدة. تضافرت الجهود، تكاتفت جميع الجهات، تكاتفت لإنجاز شيء لهذا الوطن. كان في هناك تحدي بصراحة، شحذ الهمم هذا صار له نتاج انعكس على اقتصاد البلد. فلذلك هذه اللي تفضلت فيه كلها، كل هذه المشاريع احنا الان خلاص هذه الامور ورانا، قاعدين نخطط 2024 2025. المشاريع بدات، كيو بي اعلنت عن كذا مشروع، كلها انا على علم فيها سوف تكون ان شاء الله نهضه كبيره. ولا نحاتي شنو اللي بعد 2022. لا الحمد لله، الموازنه الاخيره اربط ما بين انا جاي لها، هي الموازنه الاخيره واللي افضل. انا وانت نعرف مروان، هذه الموازنات مش مثل سابقيها، هذه الموازنات تصرف بالكامل. صح. احنا في السابق ايضا بشكل دقيق، احنا في السابق كانت تطرح موازنات في اخر السنه يمكن يعني يصرف جلها ويبقى بعضها. هذه الموازنات الاخيره في سنواتنا الاخيره تصرف بالكامل على مشاريع حقيقيه نراها قدامنا ونستخدمها وتنعكس مباشره. الموازنه القادمه اعلن عنها سيدي سمو الامير، والمعالي كايدة سيدي سمو الأمير حضر هذه والآن هو في ماليزيا، والمعالي كايدة تحرك من أعلى الهرم، تحركات معالي رئيس الوزراء بصراحة يعني في اللجان المختلفة ما نخليك ترتاح، في اللجان المختلفة وحرصة على كل النقاط وتغطية جميع النشاطات وجميع الأمور، هذا مهم جدا، بإنجازات كبيرة نتفاخر فيها اليوم مثل ما تفضلت، سواء مطار حمد أو ميناء حمد أو الريل. من قال إحنا ننهي الريل في هذه الفترة الوجيزة؟ فالحمد لله هذه كلها قاعدة أساسية، بنية تحتية، باقي الدور علينا. وفعلا أنا لا يعني أنت جو بحر، يعني جو بحر اليوم. ولذلك انعكس هذا، أنا إحنا في الشركة القطرية للصناعة التحويلية الآن نصدر إلى دول ما عمرنا كنا نحلم أن نصدر لها. كيف إحنا نستطيع أن إحنا نصدر إلى أمريكا وكندا وإستراليا؟ الألمنيوم جي آر بي البايبز، الجي آر بي بايب، نصدر، نقوم بمشاريع كثيرة في كوبا والمكسيك، العراق، نصدر كذلك إلى العراق الألمنيوم، دول أخرى، المغرب، تونس، الجزائر، هذه دول دخلنا إلى أسواقها. وهذه إحنا ما كان للعلم
وهذا كلام مهم جدا. الذي يصدر من دولة قطر يجب أن نرفع له العقال. هذا مختلف تماما. خلنا من تصدير البتروكيميكال وتصدير الغاز والبترول. أي حد يقوم بصناعة في دولة قطر ويصدرها هذا لازم نحط له الريد كاربت ونرفع له العقال، لأنه يصدر منتج قطري. هذا بصراحة من الأهمية بمكان للاقتصاد، واللي نواجهه الآن هو العملة الصعبة، دخول العملة الصعبة. هذا أهم شيء، أني أصدر شيء من دولة قطر، وهذا التحدي الأكبر اللي واجهنا في الفترة الأخيرة. سيد عبد الرحمن، نبي كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين. طبعا احنا استمتعنا في الحوار معك في التجارب الاقتصادي، كلمة أخيرة تحب توجهها؟ بصراحة أول شيء احنا نبغي أول شيء نحمد الله على النعمة. هذه بصراحة مهمة جدا. احنا في انجازات كبيره جدا يجب ان نحمد الله. ثاني شيء شحذ الهمم، واحنا امامنا عمل دؤوب، والتحدي ليس في شعار يوم واحد، ولا التحدي هو بالامور العسكريه او خلافه مع اجلالي وتقديري يا الرجال. اشكرك. الله يسلمك. الشكر السيد عبد الرحمن الانصاري، رئيس تنفيذي لشركه القطريه للصناعات التحويليه، ولنا مقابلات قادمه ان شاء الله. شكرا. الله يحفظكم. شكرا. اشكركم. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام ونروح درب الساعي عند الزميل احمد المالكي. احمد، الكلمه عندك. يا مرحبا زميلي عبد الله وايضا مروان ومشاهدينا الكرام. من جديد موجود في درب الساعي، ولكن هالمره في خيمه تقدم فعاليات متنوعه، هي خيمه مؤسسه الدوحه للافلام. راح نشوف شنو اللي قاعدين يقدمونه في درب الساعي. باقي لهم طبعا يوم واحد، ولكن خلونا نتعرف على هذه الفعاليات اللي قاعدين يقدمونها باستضافة سيد فهد الكواري، أخصائي تدريب وتطوير في مؤسسة الدوحة للأفلام. حياك الله أخوي فهد، كلمنا عن مشاركتكم في درب الساعي. الله يحييك ومشكورين على الاستضافة. أول شيء كل عام والجميع بخير، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله. تواجدنا في درب الساعي سنة كمؤسسة دوحة الأفلام هو أكبر تواجد لنا في درب الساعي. مشاركين السنة بثلاث خيم. الخيمة الأولى اللي إحنا فيها هني موجودة فيها ورش عمل مناسبة لجميع الأعمار. عندنا تجربة جيكدم اللي لاقت رواج ونجاح عالي خلال مهرجان أجيال السينمائي، وعندنا أيضا تجربة معرض آرك اللي تحتوي على أعمال لست فنانين قطريين. لو ناخذ معك جولة هني في هذه الخيمة، بداية راح يدخل طبعا الزائر إلى الخيمة، وبعدها كلمني عن هذا المكان. أول شيء إحنا عندنا هني طابعة للصور، أي حد يستخدم الهاشتاج الرسمي لليوم الوطني اللي هو QND2019 تتسنى له الفرصة إنه يطبع الصورة ويستلمها مثل ما أنتم شايفين على الصور هني. فهاي تعتبر يعني منصة تفاعلية مع الجمهور، أي حد يقدر يتصور مع أهله مع ربعه، مظاهر الاحتفال، هالأمور. كل الصور هذه اللي موجودة بشكل رقمي تقدر تنطبع. طيب لو ننتقل لمكان آخر هني. هنا عندنا مكتبة فيها بعض الكتب الخاصة بالسينما والتحريك والأمور اللي من هالنوع، مهرجانات الأفلام. طبعا هذه المكتبة مكملة لباقي فعاليات الخيمة اللي منها هذه المساحة. هذه المساحة المخصصة حق الأطفال مشاهدينا الكرام. حلو. طبعا هذه المساحة المخصصة للأطفال تصير فيها ورش عمل للتحريك، منها تجربة الزويتروب اللي هي تصنع تحريك من خلال الخدع البصرية. يقدرون يجون هنا يتفاعلون معنا الأطفال والعوائل. الخيمة هذه فيها فعاليات مناسبة لجميع الأعمار مش بس للأطفال، منها مساحة الاستوديو اللي عندنا داخل هنا. خلونا نشوف الاستوديو مشاهدينا الكرام. هذا هو الاستديو، تفضل. الاستديو هنا عندنا يقدرون الناس اللي حابين يقعدون في كرسي المخرج ويتعلمون أكثر عن تقنيات التصوير، تقنيات الإضاءة. عندنا فريق الإنتاج من مؤسسة دوحة الأفلام متواجد هنا ويوفرون هذه ورشة العمل هذه، تعليم الناس عن التصوير والإضاءة والإخراج وهالأمور. صراحة حمسني إن أنا أكون مكان المخرج. زين، آخر مكان عندكم هنا؟
الزاوية هذه زاويات يقدرون الزوار يشاركون فيها يعني من جميع الأعمار، يقدرون يتعلمون منها تقنيات التحريك والأنيميشن هالأمور. فعندنا أكثر من آيباد وعندنا خلفيات خضراء والناس قدرت تشوف شلون التحريك يصير، شلون تغيير الخلفية يصير، ويقدرون يجربون هالأشياء ويقدرون يحفظون الأفلام اللي قاعدين ينتجونها. فهد الكواري، نبغيك توجه اليوم رسالة من خلال برنامج المسير، دعوة خلنا نقول المهتمين بمؤسسة دوحة الأفلام بحضور هذه الفعاليات سواء غدا أو أيضا في معارض ومشاركات أخرى. احنا موجودين هني في درب الساعي، حياكم الله. مثل ما شفتوا عندنا هذه الخيمة، خيمة الورش، عندنا أيضا خيمة جيكدم اللي فيها فعاليات متخصصة في أفلام الكرتون، ألعاب الفيديو، تكنولوجيا تفاعلية وهالأمور. عندنا أيضا خيمة آرك اللي فيها أعمال فنية لست فنانين قطريين، تشرفونا وتنورونا وكل عام وانتم بخير. فهد الكواري، أخصائي تدريب وتطوير في مؤسسة الدوحة للأفلام، شكرا على وجودك اليوم معنا، وجود مؤسسة الدوحة للأفلام في خيمة درب الساعي وإظهار فعالياتها للجمهور. جدا مهم يتعرفون الناس على هذه الفعاليات في درب الساعي، وبكرة ترى آخر يوم، ولا تروحون بعيد، خلوكم مع هذه اللقطات. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج المسير، ونرحب بكل من قاعد يتابعنا حاليا في هذا البرنامج، برنامج المسير اللي يواكب احتفالاتنا باليوم الوطني، اليوم الجميل، اليوم اللي الكل يفرح فيه، كل بيت في قطر يفرح في هذا اليوم الجميل. مروان، صحيح، بدأت الفعاليات تشتعل أكثر وأكثر اللحظة من هنا حتى ساعتين قادمتين. نعم. سنكون معكم إن شاء الله فيها. مشاهدة الكرام، نكمل فقراتنا المساهمة في توفير بيوت وأماكن مناسبة للشباب والحرص على تحقيق التعارف والتعاون وتشجيعهم على الترحال والاهتمام بالبيئة، إضافة إلى
تدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والتعرف أيضا على أهمية العمل الجماعي من خلال المشاركة في أعمال الخدمة العام، ما هي إلا أهداف بيوت الشباب القطرية التي سنتعرف عليها أكثر وعلى المزيد من مهامها مع ضيفنا السيد عبد الله سعيد رئيس قسم الأنشطة في بيوت الشباب القطرية. سيد عبد الله، أولا حياك الله. الله يحييك ويحييك. خلينا نبدأ بشعورك اليوم باعتبار اليوم، وقبل الدخول في تفاصيل البيوت يعني الجمعية وبالبيوت الجمعية بيوت الشباب القطرية، حدثنا اليوم عن وين رحت أولا في فعاليات اليوم الوطني وكيف شفت؟ والله قبل ما أجيكم كنت والله كنت في درب الساعي، تعرفون أمس كان يومنا الوطني لبلادنا الحبيبة قطر، فكان مهم جدا أني أتواجد هناك في مثل هالمحفل الوطني اللي دائما احنا في كل سنة نحتفل فيه. زرت درب الساعي، الفعاليات المصاحبة للفعال الدرب الساعي هناك، وزرت البوثات المتواجدة، فاحتفلت مع باقي اخوان المواطنين والمقيمين اللي يعيشون عندنا في قطر. نعم، يعني احنا نقول لك كل عام وانت بخير بهذه المناسبة، ونقول حق كل اللي موجودين على ارض قطر الطيبة كل عام وهم بخير بمناسبة اليوم الوطني. احنا كل ضيف جاء عندنا حقق انجاز، المؤسسة اللي كان جاي عشانها حققت انجاز خلال الفترة هذه، وايضا قطر حققت الكثير من الانجازات في 2019. خلينا نتكلم عن بيوت الشباب القطرية، الانجازات اللي حققوها بيوت الشباب القطرية في سنة 2019. في بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بيوت الشباب القطرية هالسنة هذه حققت إنجازات استثنائية نحن نعتبرها، وما شاء الله إنجازات كثيرة. وابتديناها حصولنا على شهادة الأيزو من 9001-2015 في نظام الجودة، وحصلنا على شهادة الجودة نفسها من الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وبنفس الوقت حصلنا على المرتبة الفضية كثاني أفضل بيوت الشباب على مستوى العالم، وأعلننا عن دليل الإجراءات نسخة الثالثة منه، وبنفس الوقت أطلقنا العضوية الرقمية للاشتراك في بيوت الشباب القطرية. فإحنا نعتبر هالإنجازات هالكلة تعريف ما هي جمعية بيوت الشباب القطرية؟ يمكن وايد ناس لما نقول إحنا جمعية بيوت الشباب القطرية بالعربي ما يفهمونها، بس لما نقولها بالإنجليزي يفهمونها. هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن كتير يتوسط، عبارة عن تقدر تقول فلل فندقية بأسعار رمزية تساعد الزوار اللي يجون من برا عشان يوفرون مبلغ من الفلوس لزيارة بعض المعالم السياحية في قطر. هذا أولا. ثانيا تقدر تقول إحنا بعد مو بس حق زوار اللي يجون من برا، حتى حق أهل البلد نفسهم، أهلنا القطريين والمقيمين في هالدولة الحبيبة قطر، فيقدرون يجون يسكنون عندنا بسعر رمزي ويوفرون مبلغ من الفلوس إنهم يزورون معالم سياحية عندنا في قطر. نعم، يعني بشكل عام يعني احنا لاحظنا في يمكن الفترة الأخيرة يعني بيوت الشباب القطرية كان لها الكثير من الإنجازات والكثير من ان ادخلوا مع الشباب، صار في فعاليات اكثر، صار في تفاعل اكثر من خلال جمعية الشباب القطرية. خلينا نتكلم عن النجاح اللي حققتوه عليه اقترابكم من الشباب، النجاح اللي حققتوه في الفعاليات، شنو هي ابرز الفعاليات اللي قمتوا فيها خلال الفترة الأخيرة؟ احنا الله يسلمك اخوي عبد الله، عندنا نقدم خدمات فندقية لمختلف الاعمار بس تكون بجوده عالميه من الاتحاد الدولي لبيوت شباب. احنا نكون مسوين متابعين المعايير الدوليه لبيوت شباب في كافه الخدمات اللي احنا نقدمها للشباب من الاقطريين او حتى الشباب دول العالم. وفي نفس الوقت احنا بما ان جبت سيره الفندق، مثل ما ذكرت قبل شوي ان احنا عباره عن فندق اقتصادي، احنا نساعد الشباب اللي يجون عندنا يوفروا مبلغ من الفلوس، وفي نفس الوقت احنا ننظم فعاليات او انشطه في المجال السياحي تكون مصاحبه في للفتره اللي هم بيسكنون فيها عندنا. اذا بنتكلم عن الفتره الاخيره ما شاء الله عندنا صار الحجوزات في بيوت شباب عدت العدد اللي احنا عندنا اياه اللي نقدر نستوعبه، وحتى للدرجة ان قلنا لهم بنأجل عندكم لين بداية السنة ان شاء الله، راح ان شاء الله نبدأ نستقبل حجوزات انكم تسكنون عندنا من مختلف الفئات العمرية، من مختلف انواع الناس. عندنا العوائل، عندنا الشباب اللي يجوا مع بعض ربع، عندنا اللي يكونون مع النوادي مع فعاليات تكون مثلا مصاحبة في عندنا في قطر فيجون يسكنون عندنا.
يعني من هم الزوار تقصد من خارج قطر؟ يعني كافة عندنا زوار يجونا من برا، وفي نفس الوقت عندنا ناس اللي مثلا عندهم شغل قريب من مقر سكننا يجون يسكنون عندنا عشان يوفرون مبلغ من الفلوس من المواصلات والاشياء هذه. وكم هي الاسعار هذه المناسبة؟ اسعار جدا رمزية، تكون حتى اقل من الفنادق. احنا نقدم خدمات الفنادق بس اسعارنا تكون اقل من عندهم. مثلا على سبيل المثال تيجي تاجر عندي السرير ب 40 ريال حق الليلة الوحدة، يعني اذا بتقارن حق مع سعر فندق ثاني بتحصل السعر شوي اعلى. فاحنا نحاول نساعدهم من الجانب المادي عشان يزورون بعض المواقع الاثريه والمعالم السياحيه عندنا في قطر. يعني 40 ريال للسريره اكيد يعني مبلغ جدا رمزي والكل يقدر انه يدش معاكم. ذكرت قبل شوي موضوع العضويه الرقميه، صحيح. يعني هذه خطوه تحسب لكم، خلينا نتكلم عنها ونتكلم عن هذه الخدمه شوي بالتفصيل. اخوي عبد الله، العضويه الرقميه احنا اطلقناها بدايه السنه هذه وكانت استثنائيه بالنسبه لنا، لان بعد التواصل والتنسيق مع الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ومتابعه ان احنا محققين بعض المعايير المطلوبه ان احنا نستخدم العضويه الرقميه هذه، فالحمد لله قدرنا احنا نحقق المعايير هذه وقدرنا ان احنا نشارك في اطلاق العضويه الرقميه، ونحن نعتبر الدوله العربيه الوحيده اللي تطبق نظام العضويه الرقميه في قطر. نظامها شلون يكون؟ يدخلون عندنا في رابط بيوت الشباب hihi-qatar.com، يحصلون خانه مكتوب عليها العضويه الرقميه، يدخلون يلعبون بياناتهم ويدفعون الرسوم. العمليه هاي كلها ما تاخذ دقيقه واقل من دقيقه، بس في نفس الوقت يعبي بياناته ويدفع الرسوم توصل على الايميل العضويه الرقميه بكافه البيانات، ويقدر يستخدم العضويه الرقميه هذه للسكن في اي بيوت شباب متواجده في دول العالم، وفي نفس الوقت راح ياخذ خصم للسكن هناك. حلو. بالنسبه للبيوت القطريه، هل لديك احصائيات حول يعني حجم الغرف الموجوده كمنظومه؟ كم عدد الغرف مثلا الموجوده والبيوت الموجوده لديك؟ على سبيل المثال احنا يعني بتكلم لك عن مقرنا الحالي، لان ان شاء الله احنا بصدد الانتقال لمقر جديد. مقرنا الحالي احنا فيه تقريبا حول 104 غرف مختلفين مقسمين، في الغرفة واحدة تحتوي على 3 سراير، في عندنا الغرفة اللي تحتوي على 4 سراير، وفي عندنا الغرف الخاصة بحكم الخصوصية. في بعض الزبور يجون يقول لنا أنا ما أبي والله أقعد مع واحد غريب معي في الغرفة، فعندنا خدمة ثانية اللي هي خدمة الغرف الخاصة، ممكن أنه يحجزها ويسكن فيها. صح، يعني موفرين يعني كل شيء للزوار، وايضا يعني ان شاء الله بمستقبل المقر الجديد يكون اوسع ويكون افضل. اكيد احنا يعني ان شاء الله المقر الجديد يعني خدماته اكبر، عدد الغرف فيه اكثر، الحجم اكبر، واشياء ثانيه يعني تكون مصاحبه تساعد الزوار وتشجعهم يجون يسكنون عندنا في بيوت الشباب. يعني انتم فزتوا في التصنيف الفضي للاتحاد الدولي لبيوت الشباب لبيوت الشباب، شنو يعني لكم هذا الشيء؟ ولو نتكلم عن اهميه هذا الفوز بالنسبه لكم، بالنسبه لدوله قطر، ويعني كلمنا عن هذا النجاح شوي. عبد الله، انك تفوز بعضويه رقميه بالمرتبه الفضيه على مستوى الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، هذا يعتبر شيء كبير جدا، خاصه احنا البيوت الشباب العربيه عددهم قليل جدا مقارنه بدول البيوت الشباب العالميه الدوليه. فحصولنا للمرتبه الفضيه جاء بعد احنا سنه راحت حصلنا على المرتبه البرونزيه، فكان مع نهايه السنه حطينا هدف معين، حطينا خطه معينه ان احنا نطمح ان نحقق المراتب الاعلى من المرتبه البرونزيه ومنها الفضيه. شنو هالشيء يعني لنا؟ معناته ان احنا تطلعاتنا تزيد، حجم المسؤوليه بالنسبه لبيوت الشباب يصير اكبر ان احنا نحقق المرتبه الفضيه واكبر من المرتبه الفضيه. شلون؟ دام ان انت حصلت على المرتبه الفضيه هذا معناته انت لازم تقدم خدمات اكبر اكثر من اللي انت كنت تقدمها قبل حصولك على المرتبه الفضيه. صح. واحنا نعتبر ثاني دوله عربيه تحقق المرتبه الفضيه، وهذا يعتبر انجاز كبير للدول العربيه. يعني احنا بنلاحظ شلون عدد البيوت الشباب العربيه اللي تحقق المراتب العاليه هاي قليل جدا، هاي معناته ان عشان انت تحقق المرتبه هذه في معايير كثيره لازم تحققها وهي صعب انك تحققها. فالحمد لله احنا بتعاون اداره بيوت الشباب وكل العاملين في بيوت الشباب قدرنا ولله الحمد ان نحقق المرتبه هذه، وهالشيء هذا يعطينا مسؤوليه كبيره ان احنا نحقق المرتبه الذهبيه، ونعتبر اول بيوت شباب ان شاء الله بتكون بتحقق المرتبه الذهبيه مع نهايه السنه 2019. هل تعتقد انه في يعني وعي بالدور الذي تقومون به كجمعيه قطريه لبيوت الشباب؟ ما هي خطه التسويق لهذا المشروع المهم الحقيقه، يعني ناحيه تقديم خدمات لجميع الشباب في جميع انحاء العالم؟ اكيد طبعا احنا لما نقول بيوت شباب
مجالها سياحي، فاحنا في الوقت نعزز الوجهة السياحية، نعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عند الشباب. فحجم المسؤولية عندنا للتسويق عن بيوت الشباب، لأنها شيء إذا إحنا سوقنا حق بيوت الشباب معناته إحنا قاعد نسوق حق السياحة الداخلية في قطر. فحجم المسؤولية عندنا كبير جدا، عندنا خطة إعلامية مدروسة وتم الإعداد لها بشكل جدا دقيق، إن إحنا نغطي كافة الفعاليات السياحية عندنا في قطر، وفي نفس الوقت نحاول نركز أكثر شيء على أنشطتنا السياحية إحنا، لأن هي موجهة حق الشباب. إحنا هدفنا الأساس إن نستقطب أكبر عدد من الشباب الإقطري وحتى المقيم عندنا في قطر. نعم، يعني احنا مكملين معاكم، مكملين مع بيوت الشباب القطرية، وشلون انه ممكن الشباب يستفيدون اكثر اللي موجودين في دولتنا قطر، وشلون ممكن يستفيدون اكثر معاكم. بس ننتقل الى زميلنا محمد الحمادي في استوديو اخر في الحي الثقافي كتارة. محمد مساك الله بالخير والكلمة عندك. مسيك بالسعادة والنور الزميل عبد الله، وايضا ضيفك الكريم والزميل مروان، يعطيكم الف عافية اكيد. ولكن لنا وقفة لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، قد تكون هناك معاهد كثيرة موجودة على أرض الواقع وعلى أرض قطر بالتحديد، لكن كل معهد يتميز ليقدم شيء في مجال مختلف من أجل هذا الوطن الغالي قطر. نرحب أكيد بضيفنا الكريم الأستاذ عارف التميمي. ودنا في البداية تكلمنا أكيد عن مشاعرك الوطنية قبل أن نتحدث عن هذا المعهد. طبعا أولا أحب أن أشكركم باستضافتي في هذا البرنامج، وأبارك لكم باليوم الوطني. ولننتقل لمعهد قطر بحوث الحاسبة. معهد قطر بحوث الحاسبة تم إنشاؤه في سنة 2010 كأحد ثلاث معاهد بحثية تابعة لجامعة محمد بن خليفة، وهو عضو في مؤسسة قطر. المعهد يركز على أربع مجالات في الأبحاث: الأمن السيبراني، الحاسبة الاجتماعية، تحليل المعلومات، وتقنية اللغة العربية. جميل. وحديثا من شهر تقريبا فتحنا مركز جديد في المعهد خاص بالذكاء الاصطناعي. أتذكر أيضا من كلامك عن الأمن السيبراني، سيدي سمو الأمير يكون حاضر وله إسهامات في هذه المؤتمرات العالمية فيما تخص الأمن وغيره، مثال على ذلك مؤتمر ميونخ. فنتحدث من هذا الجانب ووجود مؤتمرات أيضا من بابكم أنتم ومشاركتكم كمعهد. نحن في المعهد نشارك في مؤتمرات عالمية، من ضمن الأبحاث اللي نشارك فيهم هي أبحاث الأمن السيبراني. نعم. وحصلنا عليها جوائز عالمية كأفضل بحث في أفضل بحث، وايضا حصلنا على ابتكارات تقنيه للبحوث هذا. جميل. وماذا تقدمون للمجتمع ككل؟ يعني ماذا يخدم هذا المعهد تجاه المجتمع القطري اليوم؟ بالنسبه للمجتمع القطري الان حاليا في المعهد نقوم بعمل ورش تدريبيه للجهات الحكوميه، بحيث ان احنا ندرب الكوادر الوطنيه ونمرنهم بالتقنيات الجديده. ممتاز. بس شلون يعني تحولون اقتصاد قائم على الهيدروكربون الى اقتصاد قائم على المعرفه والثقافه؟ اوكي، احنا في الابحاث نركز بشكل يعني متواصل على الابتكار. نعم. فنحاول من كل بحث نقوم به وننشره ان نطلع منه براءه اختراع وحمايه فكريه. نعم. ومن ثم هذه براءه الاختراع نحاول نصدر وننتج ونصدرها للمؤسسات المحلية والعالمية، وأيضا هناك شركات ستارت أبس، عندنا شراكة مع شركات ستارت أبس تستعمل تقنيات طورناها في المعهد. جميل. ماذا يعني إذا بنتكلم وجودكم عالميا ماذا يضيف لقطر اليوم؟ شوف احنا عالميا اولا حصلنا بالتصنيف المركز الاول عالميا في مجال بحوث الحوسبة. نعم. والمركز 61 عالميا في المجالات عدة. فطبعا الابحاث هذه والاستشهاد في الابحاث حصلنا تقريبا على 650,000 استشهاد، فهذا تعزز من موقع قطر على الخريطة بالنسبة للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي. وشلون تلبون الأولويات هذا الوطن؟
والله اولويات احنا بالنسبه لنا نشتغل في الابحاث وفي مثلا في اصدار براءات الاختراع والحمايه الفكريه، وهي تعزز مثل ما قلت لك مواقع قطر، موقع قطر على الخريطه بالنسبه للتقدم التكنولوجي والبحث العلمي. ومن جانب اللغه العربيه اللي نعتز فيها اكيد تقنيه اللغه العربيه شنو موضوع؟ اوكي، عندنا في تقنيه اللغه العربيه تقنيه تحويل الصوت الى او الكلام الى كتابه، مثلا الحين مثلا تتكلم حلو، تحول الكلام النص المكتوب النص المقروء الى كتابه على الكمبيوتر. فهذا الان في قطر يتم استعماله في مجلس الشورى ما شاء الله وقناه الجزيره، وهناك جهات اخرى تواصلت معنا يحبون يستفيدون من هذه التقنيه. هي يوفر ايضا وقت، يوفر وقت طبعا. ومن فوائده شنو؟ لا هو شو من فوائده عن نفس التقنيه الموجوده مثلا عالميا، احنا الدقه اللي عندنا 99%. حلو، هذا يساعد ايضا في المحاكم في امور كثيره. في المحاكم وفي السبتايتلز مثلا في الافلام، اي امور كثيره يعني طبعاً. يكون منجز فيها. لكن الجديد القادم لكم فيما يخدم هذا الوطن؟ والله الجديد القادم الان نحن بصدد الان بصدد تنفيذ استراتيجيه قطر. اوكي نحن الان بصدد تنفيذ استراتيجيه قطر للذكاء الاصطناعي، ونقدم فعاليات كثيره للاطفال مثلا فيها توعيه على طاري العلوم الحاسبيه. على طاري الاطفال، من شوي الحين كل الاطفال ملتمين على البحر علشان يشهدون هذه الالعاب الناريه اللي نشهدها الان في ساحه كتارا، مناظر جميله على ارض الدوحه. حلو الباك جراوند، المفروض الكاميرا تروح على الباك فعلا مشاهد جميله، مشاعر رائعه، العوائل كل موجود حاضر طبعا.
Yeah.
روحي من الهوات مجروحة لبي يا نسمة بلاد روحي من الهوات مجروحة سافرت وازعجني فؤادي مشتاق لمعانك الدوحة سافرت وازعجني فؤادي مشتاق لمعانك الدوحة أجواء جميلة في دوحة الخير بسمائها بأرضها بكل بقاع يعني بكل مكان بمناطقها حتى فرجانها الكل يحتفل في هذا الموضوع. لكن أختم أيضا لقائي مع الأستاذ عارف التميمي بدور قطر اليوم في الأمم المتحدة، دوركم أيضا في هذا الموضوع وهذا الجانب نتكلم عنه أكثر. أول شيء نتكلم خلينا نتكلم على المشاركات العالمية اللي عندنا الحين. مثلا في الأمم في الولايات المتحدة أنشأنا 4 شركات ستارت أبس. هذه الشركات تستعمل تقنيات أو تطور تقنيات معتمدة أو اعتمدت على تقنيات إحنا طورناها في المعهد. وهناك أيضا شركات ستارت أب تسوق التقنيات التي طورناها في المعهد. وأعطيك مثال، مثلا شركتين في عندنا شركة تحول الفيديو اللي تستعملونه الحين مثلا من 2D من 2D إلى 3D، وهذه طبعا تستعمل البرامج الرياضية. ممتاز. وهناك أيضا تقنية عندنا اسمها البيرسونا، وهي تحدد أو تحاول تكون شخصية افتراضية، وهذه تستعمل أيضا مثلا في للزبون أو للعميل تستطيع أن تخلق شخصية افتراضية، وهذه يستعمل أيضا هنا في مثلا القطرية قطر إيرويز. جميل، شكرا لوجودك، شكرا لإسهاماتكم في معهد قطر أكيد لبحوث الحوسبة، ونأمل دائما من خلال المعاهد الموجودة في دوحة الخير بأنها تثري المجتمع وتقدم شيء رائع بالنسبة للعالم بأكمله. شكرا جزيلا، شكرا على هذا. نشوفك بإذنه تعالى، لازال التواصل مستمر عبر برنامج المسير، أجواء رائعة وسعيدة، ونحمد ربنا دائما على كل التفاصيل اللي موجودة في دوحة الخير. جميلة شفناها مشاهدينا الكرام من خلال الألعاب النارية، شفنا الحماس، شفنا فرحة الكبار، شفنا فرحة الصغار، حتى احنا ما قدرنا نقعد مكاننا وشفنا الألعاب النارية. وعبد الله يعني أكيد شفت الألعاب النارية وشفت النشاط اللي كان موجود من خلال الحضور. بما نحن ذكرنا النشاط خلنا نتكلم عن أنشطتكم القادمة في جمعية بيوت الشباب القطرية. احنا الله يسلمك بصدد إن شاء الله تكملت نشاطات السنة هذه. تم إطلاق برنامج من برنامج التدريبي في الإرشاد السياحي. الهدف من البرنامج هذا إن إحنا ننشأ قاعدة كبيرة من الشباب القطري يكونوا مهيئين ويكونوا على أهبة الاستعداد إنهم يكونون مرشدين سياحيين ويمسكون جروبات اللي جونا من برا الزوال الأجانب، يمسكونهم ويقومون بهم بجولات سياحية في أنحاء قطر. ومثل ما إحنا نعرف إن قطر إن شاء الله قريبة إنها
تضمن بطولة كأس العالم 2022 وغيرها من المحافل الدولية. فأكيد من خلال المحافل هذه راح نستقبل زوار كبار شخصيات، راح نستقبل زوار من كان مختلف أنواع الفئات. وعشان كذي فإحنا قلنا لازم نطلق البرنامج هذا، ننشأ قاعدة كبيرة من خلال دورات تدريبية في الإرشاد السياحي بالتعاون مع بعض الجهات السياحية في قطر. والحمد لله بدينا فيه السنة هذه اطلقناه، وإن شاء الله بإذن الله أن بداية السنة الجاية راح نطلق النسخة الثانية بتكون على مستوى أكبر ويكون تكون على احترافية أكثر بالتعاون إن شاء الله مع جهات خارجية بعد. وأن اللي بيعدي معنا هل تنسقتم الأمر مع المجلس الأعلى للسياحة؟ نعم، في حاليا في تواصل بيننا وبينهم بحكم أن إن شاء الله بحكم أن إحنا انتهينا من النسخة الأولى فعرضنا عليهم الفكرة، وإن شاء الله أنها بتتطبق إن شاء الله من السنة الجاية بمستوى أكبر واحترافية أكثر. كلمة أخيرة تريد أن توجهها بهذه المناسبة؟ مناسبة يعني فريدة من نوعها وقريبة على قلوبنا إحنا كمواطنين وحتى كمقيمين في قطر. أتمنى الكل يكون سعيد من خلال سكننا في قطر ويحتفل معانا في هالأجواء الطيبة هذه في أكثر من مكان مختلف، عندنا كتارة، عندنا لا، عندنا درب الساعي. فأتمنى أنهم يكونوا سعيدين معانا وأنهم يحظون بعيشة طيبة وآمنة، وأوجه رسالتي حق شبابنا الإقطريين أنهم يكونون أكثر تفاعل معانا في الأنشطة الشبابية، وبالأخص خلنا أكون أناني شوي أنهم يشاركون معانا في بيوت الشباب القطرية في المجال السياحي، وأنهم يمثلون قطر، يكونون وجهة سياحية لقطر تعزز من مكانتها في مختلف أنحاء العالم. نعم سيد عبد الله سعيد رئيس قسم الأنشطة في بيوت الشباب القطرية، شكرا لكم، ما قصرت على حضورك. شكرا على استضافتكم لي وأخوي مروان، كنت منور اليوم وأتمنى لك التوفيق سوا دائما. الله يعطيك العافية مروان، يعني الجو بارد شوي ومع الألعاب النارية اللي شفناها قبل شوي نسينا البرودة. لا اندفع دفعنا الحين بعد الألعاب النارية وهذه الأجواء الحقيقة الجميلة. والله أجواء جميلة، وخلنا بما أن ذكرت الأجواء الجميلة وقلنا إحنا الجو دفع، خلونا معاكم مشاهدينا الكرام نشوف هذه الأجواء الجميلة لدولتنا الحبيبة قطر، ونستكمل بعدها برنامج المسير. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج المسير، وطبعا هذه الحلقة أو حلقة الختام من برنامج المسير، يعني مثل ما تشوفون أعزائي يعني زملائي اللي كانوا معنا خلال هذه الحلقات كانوا معنا واستمتعنا بتقديمهم لحلقات برنامج المسير، كل واحد فيهم قدم اللي عنده، كل واحد فيهم يحب قطر، كل واحد فيهم يحب هذا الوطن وقاعد يقدم شيء للوطن. مروان طبعا أم كوكب مشاهدي الكرام، طبعا ليس الجميع معنا في هذا اللقاء لكن كل واحد فيهم إن شاء الله هم
الإعلاميين مستقبل بإذن الله، وإن شاء الله نشوفكم في اليوم الوطني القادم أجمل وأجمل. واليوم كل واحد بالتأكيد كان له تجربة مع احتفالات اليوم الوطني. خليني أبدأ معك محمد، كيف كانت هذه التجربة خلال فترة أسبوع وأكثر احتفال؟ عشت التجربة وأكيد عرفت شلون الأمر يمكن قد يكون مربك علينا كإعلاميين أو مذيعين على الشاشة، لأنك لما تجي تعبر عن وطن يصعب عليك، صعب جدا، يعني قد نكون في 4 ساعات متواصلين، لكن صعب أنك تنصف وطن كامل بما فيه من تفاصيل جهود مبذولة من جهات ومؤسسات أو أفراد قاعدين يعطون شخصيات على هذه الأرض. فاحنا نحاول احنا نعطي وسنظل نعطي، هذا برنامج وسيله تعبير لاكثر. صح. بالنسبه لي صح، يعني اكيد من خلال في يعني احد الزملاء قدم حلقه، في ناس قدموا حلقتين، في ناس قدموا 3 حلقات، يعني نروح حق سلمان قدمت يمكن حلقتين او 3 حلقات من برنامج المسير، ممكن في بعض الامور الطريفه اللي صارت وياك، بعض المواقف لو نتذكرها مع بعض. موضوع عبد الله ما يقاس بعدد الحلقات، يقاس بالعطاء داخل الحلقه. ممكن من اكثر الامور اللي احنا استمتعنا فيها امانه هو الاستديو المكشوف اللي خلانا نعيش مع الجمهور، لكن في ضريبه لهالشغله ان ساعات كانت تمطر علينا وكان لازم ان احنا ننقل الصوره بجماليتها، فكان يسمحوا لنا الضيوف، يسمح لنا المشاهد الكريم، لكن الحمد لله التغطيه كانت ولا اروع، استمتعنا في هالايام اللي مرت ما شاء الله بسرعه. يعني استمتعنا ايضا مثل ذكرت الاستديو المكشوف شوي كانت له ضريبه المطر، يعذرونا بعض الضيوف. حسن يمكن انت كنت في رحت مع الهجن وكنت في درب الساعي وكنت ايضا في الاستديو، فاكيد صار بعض المواقف، كلمنا وخذ عندك الوقت سولف. يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام زملائي، يكفيني فخر اليوم اني ظاهر مع هذه الكوكبة من نجومنا، نجوم شاشة تلفزيون قطر. احتفالات اليوم الوطني احنا سعدنا بنقلها عبر شاشة تلفزيون قطر من خلال هذه الكوكبة. بالتأكيد في عبد الله عشنا تجارب جميلة، يعني اليوم اللي نزل فيه مطر انا كنت هنا معاي زميلي عبد الرحمن الشمري، ف يعني تأخرنا في انطلاق الحلقة، بعدها صب علينا مطر، فضيفنا الكريم جزاه الله خير يعني تفاعل معنا، طلعنا بريك، وبعدها قررنا كفريق عمل ان نطلع من كتارة ومن داخل كتارة ونعيش هذه الأجواء. فرحنا البيت الكويتي، استانسنا، المطر كان يصب علينا لكن أجواء جميلة، استمتعنا. لو تشوف أخواننا من الكويت شلون كانوا مستمتعين وشون كان بيوم واحد يمول وصوته حلو، يعني جو مطر غيب، ضيوف أعزاء، مشاهدين محترمين نفتخر أنهم يتابعونا، فاستانسنا كثير، يعني شيء ولا أروع. لكن وقت المسير الوطني يمكننا أنا وأخوي فيصل ومحمد الأنصاري يعني كنا نطلع الهواء ننقل هذه الفرحة اللي عشناها. أنا الصراحة في المسير الوطني غير أنه عمل كان هناك فرحة كبيرة جدا استمتعنا فيها، يعني أكثر شيء حاولت أخوي وأستاذي مروان أني أطلع أبنائنا الصغار وفرحتهم بهذا الجو، لأن دائما الأطفال مشاعرهم صادقة لا يلابسها أي نوع من أنواع يعني المجاملة أو شيء، فرأينا تلك الفرحة الجميلة عند الأكل تحت عن شاطئ كتارة وعند شو اسمه الشاوي حق الإخوان العمانيين مشابيك أو مشاكيك. فاستمتعنا جدا، تجربة حلوة، أتمنى إن شاء الله نكون خفاف على مشاهدينا. وفيصل يعني أنا أتكلم وياك، أول تجربة لك في الاستوديو كانت في برنامج المسير. صحيح. وايضا كنت في الكرنيش في المسيره، فكلمنا عن شعورك اول شيء كتجربه بالنسبه للاستوديو، وكلمنا ايضا عن شعورك في المسير والاجواء الجميله اللي كانت امس. وبدايه بصراحه انا اشكر جميع العاملين على هذا البرنامج وعلى الاداره وعلى كل من ساندني من اخواني المذيعين والمراسلين وايضا طاقم عمل فريق تلفزيون قطر على اني انا اظهر على شاشه تلفزيون قطر بصورة ترضي المشاهدين وأيضا ترضيني أنا كفيصل إبراهيم. طبعا الواحد ساعات لازم يضحي، يعني ظهوري تواجدي في الكورنيش من الفجر عشان ننقل الصورة للمشاهدين في بيوتهم، طبعا هذا واجب
صح. هذا واجبنا احنا كاعلاميين وكمراسلين ان لازم نكون متواجدين في مواقع الفعاليات ونساند المؤسسات والافراد والجهات كلهم بحيث ان نرويهم جهودهم اللي وصلوا لها او ان حتى بعد ايش يقدمون للجمهور. بس تدري فيصل لقطع كلامك بخير، يعني ممكن احنا نتعب والناس تشوف تعبنا على الشاشه، لكن زملائنا اللي ورا الكاميرا صح، يعني من مدير الاستديو لين المصورين لين اللي في عربه النقل، من منتجين من مصورين من علاقات عامه من الجماعه في قسم التواصل الاجتماعي، الجميع يعمل من اجل انجاح هذه التغطيه، لهم جزيل الشكر. سلمان على ذكر يعني الجنود المجهولين، الصراحه الكل اشتغل، الكل ما قصر، الكل اجتهد كل ما يقدر ليظهر هذه الاحتفالية بالصورة اللائقة. لكن سمحوا لي أخص بالشكر شخصين، أحمد خالد ومنتج الفقرة نورة حسين منتجة البرنامج، يعني الاثنين هذول بالذات كان عندهم شغل جبار خلف الكاميرا، خاصة مع الأجواء اللي كانت موجودة. فمني أنا ومن زملائي نشكركم أنتوا الاثنين وكل طاقم تلفزيون قطاع. أيضا ما ننسى المخرجين وما ننسى الأشخاص اللي اشتغلوا وسهروا في الصوت، يعني في الإضاءة وفي الصوت وفي المكسر، وأيضا يعني في الفيست وفني الفيديو، يعني كل الأشخاص هذول، وأيضا الإعداد يعني والجرافيك، كلهم اجتهدوا من خلال هذا البرنامج. وايضا مهندس العربه بعد يعني اجتهد واشتغل، ومهندس الصوت بلال، يعني كل واحد، يعني ذكرنا كل واحد باسمه يمكن ننسى حد او نزعل حد، فاحنا نشكر كل طاقم تلفزيون قطر على جهودهم اللي قاموا فيها. ما ننسى احمد المالكي وشوق وحنين وحسن الساعي كلهم زملاء جميع، عبد الرحمن العمادي ايضا شاركنا، عبد الرحمن الشمري، عبد الرحمن الشمري، ربان السفينه، يعني الاستاذ مبارك العوامي اللي اكيد جهوده واضحه. يمكن إعلامنا اليوم يرتقي أكثر فأكثر أمانة بوجوه موجودة على الشاشة، الحمد لله رب العالمين. إنه في يعني شيء أنتم تشوفونه من خلفه يمكن قد يكون في تعب توتر وغيره، لكن يكفي لما نطلع بابتسامة بشكل يرضي المشاهد ونكون قريبين من المجتمع. إحنا أنا أعتبر تلفزيون قطر تلفزيون واقع، تلفزيون صح. كل الشعوب صراحة. صحيح عبد الله، إذا تسمح لي أنا ودي أعتذر من كل الأشخاص اللي رغبوا إنهم يطلعون معانا على شاشة تلفزيون قطر. عبد الله يعني أنت عشت معانا الوضع، لكن أخوي مروان إحنا لما نكون في الميدان موجودين، فالكل بيشارك، الكل يحاب يعني يشارك فرحته بهذا اليوم الوطني، وخاصة عبر شاشتنا شاشة تلفزيون قطر. فمن هذا المنبر أنا أعتذر من كل شخص حاول أن يظهر معنا لكن لظروف ما قدرنا تمنعنا عن الشيء هذا، ما قدر يطلع ويانا. إحنا نقدر لك هذه المشاركة وهذه المحبة. نعم، يعني سلمان شكرا، حسن شكرا، إبراهيم فيصل شكرا، محمد شكرا، مروان شكرا لك، يعطيك العافية وما قصرت، استمتعت وياك في هذه الحلقة. ونتمنى أن المشاهدين استمتعوا من خلال برنامج المسير، حاولنا نغطي كل الفعاليات الموجودة في دولتنا الحبيبة قطر المصاحبة، ويعني نتمنى أن كل شخص استمتع في هذه التغطية، ونتمنى أن تكونون بألف ألف خير، ونتمنى أن دولتنا الحبيبة تكون بألف خير. عبد الله أنت شكرا، أنت شكرتنا كلنا، فأنا أرد لك أنت بعد شكرا. الله يعطيك العافية مروان، تفضل. شهداء الكرام، نختتم وإياكم إذن المسير، هذا البرنامج الذي وعلى مدار أكثر من أسبوع واكب اليوم واحتفالات اليوم الوطني. كل الشكر لكم، حفظ الله قطر، وحفظ الله أمير قطر، وحفظ الله شعب قطر. نلقاكم إن شاء الله في أيام وطنية قادمة، مفاجآت أيضا، ومن عام إلى عام قطر تزدهر بإذن الله تعالى. شكرا للجميع وإلى اللقاء، مع السلامة، فمان الله، مع السلامة.